بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأهلا بكل مشاهدي برنامج الأهلي خط أحمر، حلقة جديدة مع سبت فوق الممتاز إن شاء الله. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل مشاهدي الأهلي خط أحمر، ونتمنى تكون حلقة مهمة تستمتعوا معنا بيها إن شاء الله. ولما لا، وإحنا النهاردة فتيات الذهب، تتويج بأول بطولة سوبر في كرة الطايرة سيدات. مش مهم تكون انت اللي بتحقق اول بطوله، المهم ان انت طول المشوار تكون انت الاكثر حصولا على هذه البطوله. دي اول بطوله بتتلعب، فتيات الذهب لازم يكون ليهم نصيب في اول بطوله، وان شاء الله يكون ليهم الرقم القياسي. ليه؟ لان ده اللي اعتدنا عليه مع النادي الاهلي. في بطولات كتير ممكن ما تكونش انت اللي بدات بتحقيق لقبها، لكن وانت بتحط قدمك في البطوله دي بتبقى عارف ان في النهايه هتكون انت الاكثر تتويجا بالبطولات. ناس كتير قدرت تحقق بطولات افريقيه، ولكن في النهايه الاهلي هو الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه. حتى البطولات المحليه اللي ممكن يكون في بعض البطولات اللي بدا بيها بطل غير النادي الاهلي، لكن في نهايه المطاف هتلاقي دايما الاهلي صاحب الارقام القياسيه. عشان كده فتيات الذهب امامهم موسم شاق جدا، يمكن تحقيق البطوله دي بيحطهم في او تحت المسؤوليه، زي ما قال الكابتن محمود الخطيب في تهنئته لفريق فتيات الذهب ولجهازهم الفني اللي قدروا يفوزوا على نادي الصيد بثلاث اشواط نظيفه، وهو ده اللي احنا دايما بننتظره من فرق الطايره سواء رجال او سيدات في النادي الاهلي. اسبوع مميز للنادي الاهلي على مستوى الالعاب الجماعيه وعلى مستوى الصالات وعلى مستوى حتى كرة السلة في النادي الأهلي، واكتساحهم لكرة السلة في نادي الزمالك، وكأن الأمر أصبح اعتيادي، وكأن أوجستي جاء مع رجال النادي الأهلي اللي تم تكوينهم ببراعة شديدة جدا عشان يرسوا قواعد جديدة لكرة السلة ويبدأوا يصدروا عقدة حرفيا للمنافسين. فمبروك لسيدات وفتيات الذهب زي ما مبروك لرجال كرة السلة. إن شاء الله دايما وأبدا يكون النادي الأهلي هو رقم واحد، وهو دائما تحقيق الذهب وعلى منصة التتويج. مبروك أكيد لفريق سيدات النادي الطايرة الأهلي في الطايرة، فوز عريض 3-0 على نادي الصيد، تحسم أول بطولة سوبر، البطولة حديثة من نوعها في السيدات. كان مهم جدا حسمها، مهم إن أنت توصل الفكرة، مهم جدا إن أنت تقول إن النادي الأهلي دايما في كل اللعبات بيكون ليه الأسبقية، خصوصا لو بنتكلم عن لعبة النادي الأهلي ليه باع فيها، ليه تاريخ فيها، ليه وضع مختلف فيها عموما، وهي كرة الطائرة. كرة الطائرة من اللعبات اللي النادي الأهلي ليه إرث فيها واضح وصريح، ليه تاريخ فيها، ليه رصيد، ليه دايما أفضلية، ليه صورة ذهنية زي ما موجودة في كرة القدم، إن النادي الأهلي دايما في الكرة الطائرة بيكون مستحوذ، مش بس بطولات، لا ده استحواذ، سواء إحنا بنشوف فريق الماسترز وكمان فريق السيدات على نفس الخطى. ده مهم جدا، مهم جدا في الوقت ده، وطبعا هنكلمكم في ده فيما بعد وهنقف عنده، لأن أنا دايما بردد فكرة إن ألعاب الصالات يا جماعة لو إحنا هنتكلم فيها يبقى نتكلم فعلا في الألعاب الجماعية وألعاب الصالات بشكلها الموسع، ما يكونش عندنا وقوف عند صورة معينة لدى المنافسين واعتبار إن اللعبة اللي هي بكسب فيها بس سواء رجال أو سيدات هي دي اللعبة الوحيدة اللي فيها ألعاب الصالات. على الجانب الآخر النادي الأهلي واضح إن هو دايما عنده مشروعه، عنده كان لعيبة كتير جدا خرجت من فريق الطايرة، ولكن بتحاول تحافظ على أفضليتك، بتحاول تحافظ على تاريخك، بتحاول تحافظ على تفوقك، وده كله مهم جدا إن هو يتحقق. أكيد إن البطولة النهاردة مش النادي الأهلي تزين بيها، أنا بقول هي اللي تزينت بالنادي الأهلي إنه يكون حامل اللقب الأول ليها، لأن فعلا البطولة عشان تكبر وعشان اسمها يليق لازم يرتبط جنبها كلمة النادي الأهلي. بالتأكيد مبروك لفتيات الذهب حصولهم على بطولة السوبر، ولكن كان على عكس الأسبوع قبل الماضي كنا بنتحدث عن فوز على بيراميدز ثم فوز على إنبي، المرة دي حصل تعادل مع فريق المصري بدون أهداف، مباراة شهدت يعني فرص ضايعة كتير جدا من النادي الأهلي، كانت ممكن تضع الفريق بمسافة 6 نقاط عن أقرب منافس ليه في الدوري وهو نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني، ولكن تعادل يعني خلى النادي الأهلي المسافة بينه وبين منافسه حاليا على يعني درع الدوري أو بطولة الدوري أو صدارة جدول ترتيب الدوري نادي فيوتشر 4 نقاط فقط لغير،
وده مش مستبعدين نادي الزمالك، لان نادي الزمالك في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن النادي الاهلي، وهيجمعهم مواجهه قويه جدا يوم 21. نتمنى باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي عشان تقدر توسع فارق النقاط بينك وبين اقرب منافسيك قبل الوصول ان شاء الله لكاس العالم للانديه ومواجهه اوكلاند سيتي. عندنا طبعا بعض التحفظات على في المباراه، ومنها تحديدا الجانب الهجومي للنادي الاهلي واهدار الفرص الضايعه، ولكن مباراه المصري بتكون دايما كده، خاصه لما بيكون المدير الفني هو كابتن حسام حسن. كان قبل المباراه دي واجه النادي الاهلي 28 مره، قدر يعرقل مسيره النادي الاهلي في 11 مباراه ما بين تعادل وهزيمه، 11 مباراه من اصل 28 مباراه، وده رقم كبير. يعني ما تستقلوش بالرقم، ان مدير فني بيعمل رقم قدام النادي الاهلي بالشكل ده. في مديرين فنيين لما بيعرقل مسيره النادي الاهلي مباراه او مباراتين حاسمتين في الدوري بيحطهم في السي في بتاعه، فبالتاكيد المباراه كانت صعبه وكان ليها حساسيتها، وبالتالي التجهيز حتى من قبل اعضاء اتحاد كره القدم لهذه المباراه واسناد المباراه لطاقم تحكيم ما عندوش الخبرات الكافيه كان نوع من انواع او علامه من علامات الاستفهام اللي بالتاكيد هنتكلم فيها. لكن قبل ما نروح للتحكيم، عشان محدش يفكر ان احنا رايحين للتحكيم لاهدار النقاط، لا، نروح لمشاكلنا الحقيقيه، مشاكلنا اللي احنا بنعترف بيها وهي انهاء الهجمات. دي نقطه مهمه جدا اعتقد يا فارس، يعني عشان نكون واضحين، احنا ناس هنا بنستعرض سلبياتنا قبل ايجابياتنا، ودايما بنتكلم من حيث اصلاح الداخل، ويمكن حلقاتنا السابقه كانت بتتكلم من هذا المنطلق. النهارده بتشوف يعني اكسبكتد جول بيوصل ل3 اهداف تقريبا، فرص ضايعه محققه، مفيش الهداف اللي يقدر يخلص المباراه. سمع، احنا دايما بنواجه نفسنا، واحنا دايما هنا يا جماعه عندنا منهج ان احنا في الاشاده او النادي الاهلي فيما يستحق الاشاده بنكون واضحين، وبنكون اول ناس بتدي النادي الاهلي حقها وبقوه وباستنادا للتاريخ وباستنادا للواقع، ودايما نذكر ده. على الجانب الاخر عهدكم بينا او عهدنا بيكم ان لما بيكون في امور واضحه وصريحه وتستحق المراجعه، هنا دورك الاعلامي ان انت تنور عليها، ان انت تقول للناس يبصوا عليها، وان انت تخاطب الراي العام وتخاطب نفسك عشان تحدد مشكلاتك. وانا دايما بقول ده دور الاعلام، دور الاعلام هو رصد الظواهر، ده السمه الاساسيه للاعلام والصيغه الاساسيه. عشان كده احنا في مباراه المصري هنيجي طبعا لحته اهدار الهجمات، ولكن انا اسامه قال حته تخص المدير الفني النادي المصري، ويمكن انا قبل المباراه بيوم كنت اتكلمت عن كابتن حسام حسن وفكره تعطيله للنادي الاهلي. انا بشوف ان مباراه كابتن حسام حسن تحديدا انت مش هتكسب كابتن حسام حسن غير وانت في قمه تركيزك رقم واحد، في قمه دوافعك، التركيز الفني حاجه والدوافع الشخصيه حاجه، لازم تكون في قمه دوافعك الفنيه للمباراه. يعني انت بتلاعب فرقه بيدربها كابتن حسام حسن، لازم تكون عارف ان هو جايب اخر البطاريه بتاعه الفريق المنافس. يعني ايه؟ يعني اعلى حاجه عندهم هتخرج في المباراه، يعني اقوى قوه ليهم وافضل طاقه وافضل اداء وافضل حاجه في حدودهم هتلاقي بيحاولوا يخرجوها، حتى على فكره لو امكانياتهم الفنيه متواضعه، حتى لو النادي المصري في مباريات سابقه كان عنده نتائج سلبيه كتير، ولكن تبقى عارف لما تيجي تلعب كابتن حسام حسن هو عامل شغله الفني مع النادي الاهلي، لانه هو عنده زي ما بنقول النوها وبتاع اللعب مع النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر عنده الحته النفسيه كمان، عنده اقناعه للاعبين، لان الراجل لما بيكلمك في مباريات من النوع ده هو لما مدير فني يقول لك صدق انك هتعطل الاهلي هو صادق. ليه؟ مهما كان النادي الاهلي قوي، بس هو عمل ده بالتجربه، عمل ده بالتجربه مع فرق كتير جدا، فبالتالي انت لازم تبقى داخل على نفس الحاله بتاعته. لو دخلت على حاله فنيه اقل، او دخلت على حاله نفسيه اقل، او دخلت على تركيز اقل، صدقني لازم هتلاقي مشكله مباريات كابتن حسام حسن تحديدا. وانا مش بقف عند النادي المصري، لان هو مع اي نادي هو دايما عنده فكره التعامل مع النادي الاهلي. طيب نربط ده بايه؟ نربط ده باللي اسامه كان بيقوله لكم، وهي فرصه او فكره اهدار الفرص. اهدار الفرص، النادي الاهلي يا جماعه عنده مشكله واضحه يسعى الى حلها ولا بد من حلها. يعني حاجتين، نسعى الى حلها ولا بد من حلها، وهي فكره اهدار
الفرص، إهدار الفرص بشكل متتالي، عدم استغلال الأرقام والفرص اللي بتتاح. ويمكن مش أول مدير فني كولر يتكلم عن الفرص، ومش أول مرة نتكلم عن فكرة إن إحنا بنروح كتير بس المحصلة ليست على قدر لا الهجمات اللي أنت بتبنيها ولا الفرص اللي بتخلقها ولا حتى المحاولات على مرمى المنافس. وأنا عايز أقول حاجة يمكن البعض اتكلم فيها إعلامياً وانتقد كولر فيها، وانا عايز اكون امين ومش شايف ان دي حاجه احنا هنا ممكن ما نناقشهاش، لا احنا نناقشها هنا، وهي ان مستر كولر لما اتكلم عن مهاجمي الاهلي وعن اضاعتهم للفرص في اكتر من مؤتمر صحفي سابق، ده تسبب في ان اللعيبه نفسيا يخسرها. جماعه احنا بنشوف في العالم كل كوره، اصل احنا مش هنا بس كره القدم، مش في الدوري المصري بس، كره القدم في العالم كله. نراجع كده مورينيو في 2014 مع تشيلسي، حد بس يعمل سيرش على اللي كان بيقوله مورينيو عن قصة المهاجمين بتاعه. في فترة تحدث في وجود توريس تصريحات قاسية جدا، وفي فترة تحدث في وجود مهاجمين آخرين، وكان بيتكلم إن هجوم تشيلسي في الوقت ده في العديد من المشاكل، وإن هو بيضيع كل مجهوده الفني وبيهدر مجهوده الفني. تعالوا نرجع لأنشيلوتي، اعمل كده بس، ابحث كده، ابحث عن أنشيلوتي وانتقاده لمهاجمين، هتلاقي فترة كبيرة جدا الراجل كان بينتقد في غياب بنزيما، أو في فترات سابقة على فكرة، في سنوات سابقة وتجارب سابقة ليه كان أيضا بيتكلم في نفس القصة. هنروح بعيد ليه؟ هنروح لبيب جوارديولا بينتقد مين؟ هالاند. بينتقد مين؟ هالاند. الراجل هذا ماكينة التهديف المتكاملة، الراجل كان بينتقده في أسلوب لعبه وبعض الأشياء وفي عدد لمسه للكرات، وأنه هو مش عايزه ينهي هجمات بس، هو عايزه كمان يشارك في اللعب الجماعي. ده بيحصل في العالم كله، وده العالم تجاوزه. الراجل ده بيتكلم في ظاهرة حقيقية ولا لأ؟ بيخلق فرص ولا لأ؟ فالمهاجم المفروض ياخد ده دافع انه يحقق ارقام، ويعكس كلام المدير الفني يا اسامه. مش نقول اصل المدير الفني اتكلم على اللاعب الفلاني فنبدا اعلاميا، وده مش استوديو واحد والله يا اسامه، ده احنا بنتكلم في اربع خمس استوديوهات مش تحليليه، حتى برامج شفتهم بيتكلموا في نفس الموضوع، اصل فقدان الثقه عند اللعيبه دي نتاج اللي قاله كولر. لا بص، هو ممكن يكون فقدان الثقه عند اللعيبه دي نتيجه عدم ثبات لاعب من هؤلاء في مركزه لمده خمس او ست مباريات مستمره. ده ممكن اتفهمه، ممكن نناقش النقطه دي، لكن اناقش تصريحات واقول اصل هو يعني اتكلم عن مهاجمي النادي الاهلي بشكل سلبي فمهاجمي النادي الاهلي فقدوا الثقه، لا. انت المفترض لاعب في النادي الاهلي يكون عندك قدره على تحمل ضغوط حتى المدير الفني، مش بس الجماهير ولا المنافس والتحامات المنافس ولا اللي ممكن تقابله من عنف مع المدافعين، لا انت كمان لازم يكون عندك قدره على اقناع المدير الفني بامكانياتك، حتى لو المدير الفني في بعض الاوقات ممكن يكون مش مؤمن بامكانياتك دي. فالقصه بالنسبه لي لا تطلع بره التصريحات، لكن اتفق لو احنا قلنا فعلا ما عندناش راس حرب ثابت بيلعب خمس او ست مباريات، ولكن المدير الفني وجد ضلته وقتها في بيرسي تاو، لعب اول مباراه غزل المحله قدر يسجل، لعب مباراه الاتحاد قدر يسجل، وهو بنفسه صرح ان بيرسي تاو بالنسبه له كان هو اللي بدا يثبت كفاءه ويقدر ينهي الهجمات ويسهل الامور ويفنش بشكل كويس على المرمى. فطبعا اصابه بيرسي تاو اثرت على، كنت اتمنى وده حقيقي بقى ان يجي مارسيل كولر مع واحد من اثنين او واحد من ثلاثه، لو عايز يشوف سافي ويجربه، عايز يشوف محمد شريف، عاوز يشوف شادي حسين، ويجيب واحد ويلعب بيه اساسي ويديله الدعم ان هو اساسي خمس او ست مباريات ونشوف الناتج ايه. الحقيقه محمد شريف الفتره الاخيره خد دعم ان هو يلعب اساسي، لكن اهدار فرص في مباراه انبي في الدقيقه الرابعه كانت ممكن تريح الفريق بشكل مبكر جدا. نفس القصه يعني في الكره اللي يعني قفشه خد 20 غرزه في عينيه من محمود جاد، راحت له الكره والمرمى خالي تماما وكان ممكن يقضي على المباراه او يريحنا في المباراه، حطها يعني فوق العارضه. فكلام مارسيل كولر كلام احنا قارينه بالواقع، لو عرضنا حتى الاحصائيات هتلاقي الاحصائيات بترد على الكلام ده، اللي هو مش محتاجين فيه نحط راسنا في الرمل قد ما احنا محتاجين اننا نبقى فاهمين ان عندنا مشكله ولابد من حلها. انا اقف هنا عند محاولات على المرمى، 13 محاوله منهم اثنين فقط لغير اون تارجت، وده رقم قليل جدا، ده انت عندك هنا مشكله صعبه جدا. هتروح للاكسبكتد جول او الاهداف المتوقعه، هتلاقي 2.9 من 10 مقابل 6 من 10 للمصري، 2.9 من 10 تقريبا يعني 3 اهداف ما قدرتش تسجل ولا هدف، قدرت تصنع في 9 فرص مقابل 3 فرص. دي ارقام بتقول ان انا عندي ازمه حقيقيه في انهاء الهجمات. صناعه فرص 9 في مباراه زي المصري مع منافس زي المصري مع مدير فني زي حسام حسن،
يكون عندك 13 محاولة على المرمى ولكن 2 فقط اون تارجت، يكون عندك اكسبكتد جولد اهداف متوقعة ان انت تسجلها من التسع فرص دول 3 اهداف ما تسجلش ولا هدف، لا اكيد في مشكلة في انهاء الهجمات. طيب حل المشكلة في انهاء الهجمات دي هتنتهي عند التعاقد مع سنتر فيرود او رأس حربة صريح، جزء من المشكلة هينتهي عند التعاقد مع رأس حربة او مهاجم واضح وصريح يكون تارجت بالنسبة لك ان انت يسجل لك اهداف، هو ده الشغل المفترض يكون في التعاقد مع المهاجم الصريح. لكن مش كل المشكلة هتحل، لان برضو جزء من المشكلة ان انت عندك الوينجات في مشكلة في يعني معدل تسجيلهم للاهداف، معدل اهدار الفرص عالي، يمكن شفنا اكتر من كرة لدرجة ان المرمى كان خالي امام حسين الشحات. حسين اكتف جدا الفترة الاخيرة، ولكن محتاجين نعلي من معدل تسجيل الوينجرز اللي عندنا للاهداف، لان ده اكيد اصبح خلاص كل الهدافين الدوريات دلوقتي باستثناء هالاند اللي بنتكلم عنه، لا انت لازم يكون الوينج عنده قدرة على تسجيل الاهداف، ولكن المهاجم عنصر اساسي وشرط اساسي من حل هذه المشكلة. اتفق معاك تماما، وده اللي احنا شايفينه وده اللي احنا بنسعى اليه، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يا اسامه يكون عنده المهاجم اللي يترجم اللي احنا بنتكلم فيه، لان انت قلت مباراه انبي وقلت مباراه المصري، ده كمان مباراه سموحه يا اسامه احنا ال 90 دقيقه ما عندناش فيهم محاوله اون تارجت، وكان ده مشكله كبيره جدا. اعتقد كولر كان لك كلام مهم انت. لا عايزين نجيب كولر بعد، هاتوا لنا يا جماعه فيديو كولر بعد مباراه المصري عشان نشوف تعقيب مهم لكولر هنعقب عليه، بس خلونا نطلع ونشوف فيديو كولر بعد مباراه المصري. لكن الشوط الثاني كنا احسن كتير مع فرص محققة بنسبة 100%. مشكلتنا النهاردة ان احنا ما عرفناش نجيب اجوان. احنا استحقينا بالتأكيد شوط تاني ان احنا نكسب المباراة دي، سيطرنا عليها بالكامل، خلقنا فرص، ضيعنا فرص. وما سبناش اي فرص علينا في الشوط الثاني. في النهايه عشان تكسب ماتش كره قدم لازم ان انت تجيب اجوان. خلقنا فرص كتير جدا، ضيعنا فرص كتير منهم 3 ما ينفعش يضيعوا، ده اللي حصل وعشان كده تعادلنا للاسف. Dieser hard luck, dass du dann 2 Punkte dann verloren hast. Und trotzdem bist du dann an der ersten Platz. Nächste Woche dann hat ein Spiel dann im Pokal und dann hast du ein Spiel dann gegen Zamalek. So im großen Teil dann wird das Spiel nach dem Spiel Derby gegen Zamalek wird vieles in der Meisterschaft entschieden. Die Fans von Ahli wollen dann über den Club WM hören, ob sie beruhigt sein sollen, wie die Vorbereitungen sind. Ja, also wir denken noch nicht an die Club WM, weil wir eben jetzt noch Halbfinale spielen im Pokal und Cup. أنا ما بفكرش خالص في كأس العالم للأندية، لأن الماتش اللي جاي عندي ماتش قبل نهائي الكأس. خلينا من نقطه كاس العالم للانديه، هو كولر يعني اتكلم في اكتر من مؤتمر صحفي ان هو دايما بيفكر في المباراه القادمه ايا كان هي في اي بطوله، ولكن احنا جبنا الكلام ده عشان نؤكد على ان في فعلا اهدار للفرص محتاج يكون حل، وكولر ايضا جزء من حل مسلسل اهدار الفرص عشان في مباريات كتير بنكون احنا الافضل، بنكون احنا الاقرب للفوز، مباراه المفترض ان انت تكون طالع فايز فيها بتلاقي نفسك خسران نقطتين كان مهم جدا ان انت تسجلهم، وده مش كلام فارس، كان كولر بيقوله عشان فقد نقاط امام النادي المصري. ده بالظبط كولر عنده وجهة النظر دي، ويمكن اتكلم فيها بشكل تفصيلي اكتر او راح لنقط تخص الهجوم بشكل اكبر. محتاجين نسمع كولر قال فيها ايه ونرجع نعقب. Und dass Al-Ahli manchmal dann nicht gut Leistung zeigt, dann wie außerhalb dieses Stadions?
Ja, mit Stürmer, das ist sicher so, dass wir jetzt auch heute wieder, also mein Shady, denke ich, hat ein gutes Spiel gemacht, hat Chancen gehabt, aber hat nicht das Tor geschossen. Und das ist halt dann natürlich auch in dieser Position natürlich wichtig, okay, was zeigen Sie im Training, wie ist Ihre Torfrequenz, natürlich auch im Training. Und danach entscheide ich. Und das, so wie es jetzt aussieht, ja, und wie wir auch gewechselt haben, haben wir den noch nicht gefunden. Und wir haben mit Percy Tau haben wir noch einen, der zwei Spiele hintereinander ein Tor gemacht hat, der aber aktuell verletzt ist. النهارده بالنسبه لنقطه المهاجم احنا بدانا بشادي وشادي ما عملش ماتش وحش، خلق فرص كتير، وصل لجون كتير، لكن ضيع جون كتير في الاخر، ما جابش جوان. انا لما بختار المهاجم اللي هيلعب بختاره على اساس التمرين ونسبه تهديفه. المهاجم ما بتحسب ممكن يلعب كويس وكل حاجه، لكن في النهايه اللي بيفرق المهاجم عن التاني هو نسبه التهديف عاليه قليله، وانا بشوف في التمرين نسبه التهديف عامله ازاي، لغايه دلوقتي ما فيش حد فيهم اقنعني للاسف. حاولت العب بيرسي تاو في المركز ده، جاب جونين في ماتشين ورا بعض، وبدات احس ان ممكن هو يحل لي المشكله، ولكن راح متصاب. ده اللي كنا بنتكلم فيه، فكرة محاولة المدورة لوجود مهاجم يقدر يحقق أهداف مارسيل كولر الفنية، واللي لحد دلوقتي ما تحققش. مهم جدا قبل مباراة سموحة نشير لده، ومهم جدا ان مباراة سموحة كان في اختبار فيها قبل كده وعدم قدرتنا على خلق حتى فرص او عدم الوصول لمرمى سموحة، اختبار مهم الكولر. وانا شايف ده للأمانة ان في احيانا تجارب انت ما خضتهاش، وفي تجارب خضتها سموحه، طارق العشري تجربه كولر خطها، لما يقابلها تاني بنفس المعطيات هيتعامل معاها ازاي، هيستغل ادواته ازاي، ده شيء مهم جدا من كولر. هننتظر ونشوفه، وان شاء الله باذن الله نقدر نتجاوز المباراه ان شاء الله يا فارس. لكن بما انك بتتكلم عن الاشياء المهمه، كان في شيء مهم جدا وسيظل مهم جدا من اجل الدوري المصري، واننا نصل بالدوري المصري ان هو يكون مصنف بشكل كبير جدا مره اخرى كدوري رقم واحد في الوطن العربي وفي افريقيا. وعشان ده يتحقق لازم تكون في عوامل كتير جدا لانجاح مسابقه الدوري المصري، بالتاكيد اداريا، بالتاكيد الناحيه الاعلاميه والبث، بالتاكيد التحكيم، بالتاكيد الملاعب، ولكن ايضا جوده اللاعب، وايضا حرص اللاعب ان هو ما يقعش في اي مشكله، وتحديدا مشكله المنشطات او المواد المحظوره. وعشان القضيه دي اثيرت في الفتره الاخيره، والدوري المصري يعني 50% تقريبا من مبارياته اصبح يتاخد فيها يعني تحليل منشطات، معانا طبعا الدكتور محي الدين الجعفري خبير مكافحه المنشطات المعتمد من اللجنه الاولمبيه الدوليه. مساء الفل يا دكتور محي. مساء الخير دكتور اسامه، مساء الخير دكتور فارس. مساء الخير. يعني بص، حابين حضرتك بقى لان في مفاهيم كتير سمعناها واراء كتير الفتره الاخيره سمعناها، فحابين حضرتك توضح مدى صحه هذه المفاهيم. الفارق اولا ما بين الماده المنشطه او المواد المحظوره، وهل المواد المحظوره دي بيكون لها مده معينه انها تبقى في الجسم، او المواد المخدره، وخليني اتعامل معاك زي مخدر الحشيش، ممكن يكون متواجد في الجسم قد ايه؟ وهل في مواد ممكن متعاطي مخدر الحشيش لو حصل عليها او تعامل معها او خدها يعني يقدر يشيل ماده المخدر دي وما يقدرش يتم الكشف عليها لو اتاخد منه عينه؟ طيب ده كلام مهم جدا، وطبعا بشكركم انكم اثرتم القضيه، لان الفتره اللي فاتت على الساحه الاعلاميه طلعت اراء للاسف كان فيها شويه مغالطات، فحابين نديكم فرصه بشكركم عليها ان احنا نوضح بعض الامور ونصحح شويه مفاهيم. اسمحوا بس الاول عشان الكلام يتفق وعشان المعلومه تكون واضحه للساده المشاهدين، في اساسيات وضروري جدا نوضحها عن مفهوم المنشطات. اتفضل. فكره اساسا المنشطات بدات ان اللجنه الاولمبيه الدوليه في ممارسه الرياضه من القرن ال 17 اساس ممارسه الرياضه قايمه على المنافسه الرياضيه الشريفه وعلى السير بلاي. مع تطور اساليب الرياضه وتطور الطب كان في لعيبه وخصوصا في الالعاب الفرديه، حضرتكم زي ما انتم عارفين في العاب القوه في السباحه ميداليه ذهب تفرق عن ميداليه فضه بجزء من الثانيه. فخلال تاريخ الالعاب الاولمبيه ظهر ان في لاعبين ورياضيين حاولوا ان هم يستخدموا بعض المواد المصنعه او المواد الطبيعيه
اللي في الاخر بتهدف ان هي تحسن من مستوى اداء اللاعب، ده حقيقي، او ان هي بتقصر فتره بتاعه الفيفا في حاله الاصابه. فبسبب الموضوع دوت اللجنه الاولمبيه الدوليه سنه 99 طلعت قرار بتشكيل هيئه دوليه مسؤوله عن مكافحه المنشطات ومسؤوله عن مكافحه اي غش في مجال الرياضه من اي لاعب. الهيئه دي اللي تم انشائها سنه 99 هي الودع، الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. الوكاله دي حطت قواعد واسس في حاجه اسمها كود، ده بيعتبر الدستور اللي بيتحكم واللي بينظم قواعد المنشطات. من ضمن القواعد ديت قايمه اسمها قايمه المحظورات، وهنا في مفهوم ضروري جدا صححه الفرق ما بين مصطلح منشطات ومصطلح المواد المحظوره. بالظبط، المنشطات هي الافعال اللي ممكن الرياضي او المحيطين بيه في النشاط الرياضي من اداري من مدير فني من دكتور ممكن يقعوا فيها تصرفات تؤدي ان هم يخالفوا قواعد منظمه الوادع. من ضمن القواعد منظمه الوادع هي قائمه المواد المحظوره. قائمه المواد المحظوره كابتن اسامه وكابتن فارس بتنقسم لعده اقسام، منها مواد ممنوعه اثناء فتره المنافسه بس، اثناء فتره المباراه بس، مواد ممنوعه طول ال 365 يوم بذروة السنه. طيب يا دكتور عشان بس يعني ايه تبقى الامور محدده، حضرتك قلت ان في محظورات وفي منشطات، وقفت عند نقطه مهمه جدا، انت بتقول المنشطات يكون المحيطين باللاعب من اداري ومدير فني ولاعبين، فدي محتاجه تفسير لوحدها. والجانب الاخر المواد المحظوره دي محتاجه امثله عليها اللي هي بتتاخد او ممنوعه اثناء اللعب وممنوعه 365 يوم. جميل، المنشطات او التصرف اللي ممكن يسبب ان اللاعب او المحيطين به يقعوا تحت المساءله، ان مثلا اللاعب كل المعروف لو اتعمل له تحليل عينه بول او دم وطلع ان فيها ماده محظوره ده كده ارتكب تصرف مخالف المنشطات. لو اثناء التحقيق اتعرف ان مثلا المدير الاداري او مدير فني او الطبيب كان في تعليمات ان هو ان اللعيبه تستخدم ماده محظوره، الاداري او المدير الفني او الطبيب بيقعوا تحت المساءله مجرد ان هو شجع التصرف دوت. لو لاعب قال لزميله والله خد الماده ديت او ساعده ان هو يوفرها له، اللاعب اللي هو حتى ما استفادش منه عينه بس مجرد ان هو ساعد زميله ان هو ياخد ممنوع ان ياخد حاجه ممنوعه او محظوره، اللاعب ده برضه بيقع تحت القانون والمساءله. تمام؟ بالنسبه بقى لقائمه المحظورات، في مواد بنسميها احنا في القانون مواد سبيسيفايد اللي هي مواد محدده، وفي مواد نون سبيسيفايد اللي هي مواد غير محدده. المواد المحدده هي المواد اللي ممكن يكون ليها استخدام طبي او ممكن لو تواجدت في تحليل عينه اللاعب اثناء التحقيقات يكون اللاعب بيقدم دليل ان هو اخذها مش عشان خاطر يغش في الرياضه، لاسباب طبيه. كان عندنا كابتن محمد بركات وكان بمعرفه الجهات طبعا الرياضيه بيتم تناول دواء معين لاسباب طبيه، دي هنا يا دكتور ما فيهاش اي مشكله. بالظبط، لو قدم دليل او اللي هو بيسميه تي او اي اللي هو العضو الطبي. تمام؟ وفي برضه مواد بيبقى لو جاءت تحقيق اثناء التحقيق دليل ان اللاعب اخذها مش عشان خاطر يغش رياضيا، دوت بيبقى برضو العقوبه بتبقى مخففه، وده من ضمنها مواد الحشيش. طيب يا دكتور هنا السؤال بس المهم، احنا طبعا عرفنا امثله المواد دي والمواد دي، احنا طبعا حضرتك قلت الجزء مهم جدا ده اللي عايزين ناخد منه، ان هدف اساسا الوادة وهدف المؤسسات اللي بتسعى للكشف عن المنشطات ان هي تحفظ فكره التنافس بشرف والتكافؤ بين اللاعبين، لان زي ما شفنا في الاولمبياد ميداليات بترجع تسحب نتيجه اللي حضرتك شرحته ده كله. طيب هنا لو في امور تخص الراي العام ومصرح بيها بشكل واضح عن تعاطي بعض اللاعبين مثلا مواد منشطه او مخدره او مواد محظوره، السؤال هنا حدود صلاحيات الجهات الخاصه بمكافحه المنشطات، هل هي من حقها ان هي تتدخل بشكل مباشر ولا لازم اللاعبين اللي مثلا بيخضعوا لسحب العينه العشوائيه، ايه حدود صلاحيات الوادة هنا؟ هل هي بتضمن فكره التنافس بشرف فلو لقت ده هي ليها سلطات ان هي تطالب ان الكشف عن بعض اللاعبين او بعض الرياضيين وتاخذ ادوارها، ولا مالهاش سلطات في ده؟
ده سؤال مهم جدا. لا طبعا الوداع او النادي اللي هي الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات ليها السلطه لو وصل لها معلومه ان في غش او في قضيه مثاره هتسبب انتهاك لقواعد مكافحه المنشطات، طبعا من حقها ان هي تحقق في الموضوع دوت. وهذكر حضراتكم بقضيه روسيا والاتحاد اللجنه الاولمبيه الروسيه لما توقفت عن النشاط، كان اساس القضيه اصلا عباره عن تحقيق صحفي لصحفي الماني. ده صحيح. ده نشره في احدى الجرايد، تمام. بناء على التحقيق الصحفي دوت اللجنه الاولمبيه الدوليه بدات تتخذ اجراءاتها في التحقيق عشان تعرف تفاصيل القضيه، وكانت نتيجتها التوقف اللجنه الاولمبيه الروسيه. فلو طبعا حصل ان في مسؤول طلع تصريح كان من شأنه ان قد يكون هناك تصرف من لاعب او من احد المحيطين بيه في مخالفه لقواعد المنشطات، طبعا اوتوماتيك اللجنه مكافحه المنشطات او هيئه مكافحه المنشطات بتتخذ التصرف السليم للتحقق من هذه المعلومه. توضيح مهم جدا للرأي العام يا دكتور. طيب يا دكتور انا عندي سؤالين يعني مهمين من وجهة نظري. يعني اولا النبات او مخدر الحشيش ده من الممنوع اثناء الوقت المباراة ولا على مدار ال 365 يوم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مدة وجود، يعني لو عملت تعينة لشخص تعاطى الحشيش بعد قد ايه من الزمن او بعد كام يوم ما اقدرش استدل على ان الراجل ده كان بيتعاطى حشيش؟ السؤال الثالث في نفس النقطة يا دكتور وانا اسف للإطالة، هو في مواد ممكن متعاطي الحشيش ياخدها قبل ما يروح يعمل عينة او قبل ما يتاخد منه عينة تخفي اثار تعاطيه الحشيش؟ دي نقطة مهمة جدا. خليني بس قبل ما اجاوب على ثلاث اسئلة أأكد على معلومة مهمة. اتفضل. احنا قواعد الوادة دي قواعد دولية بتطبق على جميع دول العالم. المشكلة فيما يخص مادة الحشيش ان في دول زي هولندا زي كندا زي بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية مصرح بيها تناول الحشيش بشكل قانوني. وفي هنا هو جزئيه طبعا احنا اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا في الدول العربيه بتجازم ولا تسمح اخلاقيا حتى بموضوع الحشيش. بسبب ان في جهات ودول سمحت بشكل قانوني بتداول ماده الحشيش، الوضع في التعامل ماده الحشيش كان في بعض التخفيف في العقوبات المرتبطه بيها وبعض التخفيف في التعامل معاها في منعها. فبسبب كده الحشيش هو ممنوع فقط اثناء المنافسه، مش ممنوع طول فتره ال 365 65 يوم للسنه. لا لحظه بعد اذنك يا دكتور، يعني انا دلوقتي الحشيش ممنوع فقط لو انا لاعب كره قدم او لاعب كره يد بعد المباراه اخدت عينه، فلو ظهر الحشيش كده انت معاقب. طب لو تاني يوم ظهر الحشيش انا كده مش معاقب؟ لو التحليل كان خارج منافسه وظهر حشيش طبقا للقانون لا مش معاقب. طب هو يا دكتور اصلا الحشيش ماده منشطه على المستوى الرياضي؟ يعني هل تحسن من اداء اللاعب في ارقام او من قدرات معينه، ولا هي فكرتها كمحظور ليس من هذا المنطلق الخاص بان هي تحسن من الاداء الرياضي؟ لا، اساس منعها او ان هي محطوطه ضمن المواد المحظوره لان هي في الدول من المواد المجرمه، فاحترام للقواعد والقوانين للتجريم ليها كناحيه قانون مجرم الوضع حاططها في نطاق المحظور. رقم واحد. رقم اثنين، لان ليها مضار صحيه ومن ضمن قواعد المنظمه مكافحه المنشطات لما بتمنع ماده اما بتمنعها عشان هي هتساعد اللاعب ترفع من مستوى الاداء بتاعه او ان هي هيكون ليها ضرر على على صحته. اي ماده فيها ضرر على صحته اوتوماتيك بيتم منعها. طب خليني يا دكتور يعني باختصار شديد، بعض الحالات يعني ظهرت على الساحة وبدأ يكون في مسؤولين من منظمة مكافحة المنشطات المصرية وقالوا ان في حاجة اسمها تارجت تيست، ان انت بتستهدف شخص او بتستهدف مجموعة اشخاص لو في كلام او حديث ظهر عنهم ان هم بيتعاطوا الحاجات المحظورات زي ما قلنا مخدر الحشيش. هنا انا تارجت تيست ليه طالما القصة
مرتبطة ب 90 دقيقة أو مرتبطة ب 60 دقيقة أيا كانت اللعبة اللي بيلعبها اللاعب، سواء لعبة جماعية أو حتى لعبة فردية. بص يا فندم، المنظمة وهي بتحقق، هي بتحقق إن في لاعب في كلام إن هو عمل تصرف مخالف للقواعد، هو ما فيش مش رابطاه بمادة معينة أو ب دواء معين، هي بتحقق في تصرف اللاعب ان كل لاعب دوت عمل تصرف اخذ منه النوع، اذا ممكن ياخد مواد ثانيه، فهي من ضمن البروتوكول بتاعها لازم تاخد اكشن وتحقق فيه عشان توصل لحقيقه الحاله دي. وعلى فكره بس النقطه برضه مهمه برضه، اللاعب اللي بيتحلل له تحليل خارج المنافسه ولقى فيه ماده ايجابيه من المواد الممنوعه بس فيها منافسه، ده بيتحط كده في قائمه تمام، فيما بعد من حق المنظمه ان هي تعمل عمليه تتبع ليه اثناء المنافسات منافسه عشان تطمن ان لا ان هو ما فيش تصرف تصرف من اللاعب دوت، وان ما حصلش استفاده اثناء المنافسه من اللاعب دوت في نتيجه تناوله لاي ماده من النوع. يعني بعد ان اللاعب اتحلل له خارج المنافسه وما فيش حاجه ان يتساب، لا ده في تعمل تتبع ليه عشان نوصل للنزاهه الكامله. طيب السؤال بقى اللي حضرتك ما جاوبتش عليه، هل في مواد ممكن يعني متعاطي مخدر الحشيش يتناولها فما يظهرش اثار تعطيل الحشيش في التحليل؟ طب خلينا اعمل الموضوع ان اي ماده اللاعب ممكن ياخدها ان هي تعمل عمليه ماسكينج او ان هي تعمل عمليه اخفاء لماده محظوره هو اخدها، المواد اللي بتعمل الاخفاء دي اصلا هي من ضمن المواد المحظوره. تمام، فلو اللاعب مثلا اتحلل له ما طلعش في نتيجه عينته حشيش او ما طلعش في عينته هرمون، لكن طلعت عينته ماده من المواد اللي هي بتعمل عمليه ماسكينج او بتعمل عمليه تغطيه، بيتعاقب على وجود الماده نفسها. ده مفهوم ده مفهوم لان دليل ان هو حاول تحايل وحاول ياخد حاجه عشان يخفي حاجه، فبيتعاقب على وجود الماده دي. ده كل اللي حضرتك بتقوله طبعا بيؤكد مبدا اللي حضرتك وضحته في الاول، ان الهدف ضمان العداله وضمان فكره التنافس بنفس المعطيات ونفس المعايير اللي هي الطبيعيه للبشر وقدراتهم الخاصه، مش من خلال مواد دخيله. ولكن عايز اسال حضرتك سؤال اخير فيما يتعلق بفكره، حضرتك قلت جمله فيما تخص الاداريين او فيما يتخص الاشخاص اللي خارج فكره ممارس اللعبه اللي بيتعاطى المنشطات. هل هنا لما يكون في امور تتعلق بفكره تصريحات او زي ما حضرتك قلت بغض النظر المبدا الرياضي نفسه لفكره تعاطي لاعبين لشيء ما، وحضرتك قلت ان طبيعي يكون تحرك من الجهات الرياضيه، هنا بقى السؤال فيما يخص اللاعبين دول، هل حضرتك في امور تتعلق بان انت ممكن كمؤسسه ليس من خلال انديتهم ولكن من خلال شكل مباشر تطلبهم في اشخاصهم مش من خلال المؤسسات اللي بيخضعوا ليها ان هم يجوا يخضعوا للتحليل، والا تاخذ عقوبات مثلا ما تنتظرش مثلا انا بقول لك كنادي او بقول لك كمؤسسه رياضيه انا عندي تصريحات كذا فباخذ عليها مثلا ما فيش تفاعل معاك او ما فيش تجاوب معاك او ما فيش التزام، هل انت ممكن تطلع كمؤسسه زي الوادا تقول بشكل صريح ان انا بطلب اللاعبين دول يخضعوا المجموعه من الاكواد اللي حضرتك قلتها، والا في حاله عدم الخضوع يقدر ياخد قرارات بالايقاف مباشره وبعقوبات ولا ما يقدرش؟ صلاحيه الوداع ان هي اي لاعب من حقها تطلبه سواء كان سيرفيس او نون سيرفيس في اي وقت في اي يوم ان هي تطلبه للتحليل، ولو مره والثانيه ما استجابش فده يعتبر تهرب من اعطاء العينه، وده التصرف بيؤدي لعقوبة من سنتين لأربع سنين. من سنتين لأربع سنين لو طلبته واللاعب ما تمش خضوع للتحليل. دكتور يعني قبل ما يعني ما ننهي مع حضرتك، يعني خلينا نكون واضحين، وأنا دايما بروح للحاجة اللي بتتناول في المجال الرياضي، وكنا سمعنا عن الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وحتى لاعبين في الدرجة الأولى واتكلموا عن تناول أقراص ترامادول، هل الترامادول خلاص أدرج من ضمن المنشطات في مصر ولا لسه القصة دي مش موجودة بشكل قانوني في مصر؟ الوادة طلعت قرار بإضافة مادة الترامادول لقائمة المحظورات في شهر 10 اللي فاتت، القرار طلع، تنفيذ القرار عمليا وتطبيقه هيكون من يوم 1/1/2024 1/1/2024 فيما يخص عقار الترامادول بالظبط، والوادا قدر الفتره ديت السنه عشان اي لاعب على مستوى العالم
عنده ان هو معتاد ياخد ترامادول كمسكن، يبدا الاجهزه الطبيه واللاعب يعود جسمه ان هو يستغني عن المسكن دوت ويستخدم البدائل. أكيد يا دكتور، بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك، كانت مداخلة فيها نقاط مهمة، وأعتقد اتكلم بشكل مباشر يا أسامة وصريح. وطمن طمن ناس كتير يعني، طمن يعني لا وأنا عايز أقول حاجة، بياخد ترامادول فكده معاه سنة. ده هو بعيدا بقى عن ترامادول يا أسامة، أنا بطرح سؤال للرأي العام. هنا إحنا ما بنتكلمش في حالة ما، لأن الكلام كمان أعم وأشمل. أنت بتتكلم في حالة وجود رياضيين الوضع يحق ليها التدخل، في حالة وجود تصريحات هي كافية للتدخل. أنا عندي سؤال بسيط جدا، لو ده ما بيحصلش وما تطبقش بالبروتوكول والآليات اللي سمعناها من حد متخصص دلوقتي بيوضح بشكل صريح إن لها السلطات ولها حق طلب لاعبين أو رياضيين ولها حق اتخاذ إجراءات بناء على تصريح معين، لو ده ما حصلش السؤال ما حصلش ليه؟ وإزاي الوادة وهي لها أهداف خاصة بالتنافس الشريف تفقد أهدافها من أجل حاجة غير منطقية بنسمع فيها تصريحات زي إن المواضيع دي منتهية ومحدش هيقدر يمس لاعبين؟ وأعتقد ده عكس كل اللي اتقال او اللي احنا سمعناه في مداخله كانت واضحه وصريحه، الكلام مش محتاج تأكيد. انا عندي ثقه كبيره جدا في يعني منظمه مكافحه المنشطات المصريه انها تاخد اي اجراء ضد اي لاعب، وكان في حالات سبق مع بعض اللاعبين، في حتى لاعبين في الدوري، وكان في حتى لاعبين العاب قوه ولاعبين في رفع الاثقال، والامر ده لا يقبل القسم على اثنين وما فيهوش تهريج. حتى فكره كمان ان انت تتحدث عن انك تاخد ماده تخفي اثار تعاطي منشطات او محظورات كمان ده بيظهر، واعتقد الامر اصبح خلاص موجود. اي لاعب او اي رياضي القصه باختصار شديد من حق منظمه مكافحه المنشطات المصريه انها تتتبعه بشكل واضح وصريح. ما هو من حقها بس وبعد من حقها، لا هم لا بيعلنوا ما هو ده مهم، مش الاعلان مهم، اتخاذ الخطوات يا اسامه، لان كان في تهديد من مسؤولين بشكل واضح وصريح ان قصص منتهيه ومحدش هيمس اللعيبه ومفيش لعيبه هتخضع لحاجه. فأنا بشوف إن ده مثال صارخ لتحدي مؤسسات مهمة دولية وتعطلها عن دورها، وأنا مش شايف في مبرر إن يتم تعطيلها عن دورها بعد الكلام اللي سمعناه اللي بيقول للرأي العام كله صلاحيات المؤسسات دي إيه واللي هي تقدر تعمله إيه لحفاظ التنافسية الشريفة زي ما مفترض الأمور تكون عليها. عندنا كلام كتير وعندنا لسه مواضيع مهمة جدا وردود على أشياء أكتر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، لان الاهلي خط احمر واتكلمنا عن مشكله المهاجم ومشكله اهدار الفرص الضايعه، لكن البعض بيحاول ياخد سكه او ياخد النادي الاهلي في سكته دايما. دايما المعايير عنده مختلفه تماما لما بتحصل حاجه عند النادي الاهلي وعند انديه اخرى منافسه، دايما النادي الاهلي هو المرصود، خاصه لما يكون في تاريخ من التصريحات اللي بنجيبها دايما لكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي مع اي نادي، مع اي نادي لا يعقد مقارنات، لا ينظر الى محترفين بشكل واضح وصريح، لا يتحدث عن اصابات لاعبين، لا يتحدث عن اهدار مال عام في صفقات، لا يتحدث عن اعتراض على تحكيم، لا يتحدث حتى عن ضرب حكام. هو فقط يتحدث عن اي شيء يخص النادي الاهلي بمنتهى السلبيه. يعني نفسنا في مره نجيب كابتن مدحت شلبي نقول كابتن مدحت شلبي بيشيد بالنادي الاهلي يا جماعه في النقطه دي، كابتن مدحت شلبي شايف موقف للنادي الاهلي في القصه دي، كابتن مدحت شلبي شايف تحرك داخل النادي الاهلي يستحق الاشاده. لا، كابتن مدحت شلبي فقط لا غير، وقت ما الاهلي بياخد البطوله بيبقى زي كل اللي بيقولوا الله يا اهلي البطوله حلوه وجميله، لكن هو دايما بيظهر اكتر في اوقات الاخفاقات حتى لو كانت نادره، حتى لو كانت في مباراه في الدوري العام ولسه باقي موسم طويل للدوري العام. خلونا نطلع نشوف الفيديو عشان نشوف كابتن مدحت شلبي ووجهة نظره في مباراة الأهلي والمصري، عشان عندنا تعقيب مهم جدا. يا جماعة ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده لا يليق بالكرة المصرية، ما بنشوفش المناظر دي في العالم كله. وازاي حكامنا ازاي نحميهم؟ ادي كولر كمان نزل، راجل سويسري اتعلم مننا. مفيش الكلام ده في بلادك، ما بيحصلش الكلام ده في أي حتة يا جماعة في الدنيا، في الدنيا إلا عندنا. وبعدين النهاردة اللمة الفظيعة دي على الحكم، والله أعلم إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتعاد، ومنظر غريب. وبعدين الراجل مشي ماشيين جري وراه، معرفش إزاي هنحمي حكامنا بقى من هذا الأمر. إزاي الحكم بعد كده
ينزل مستريح نفسيا وهو هيحكم مباراة؟ ازاي هينزل مش خايف؟ ازاي هينزل مش متردد؟ ازاي هينزل يحكم بما يرضي الله وهو عارف انه بعد الماتش لو فرقة عندها شعبية هتعمل فيه كده؟ هذه امور يا جماعة لا تليق على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق. انا الحقيقة حزين على هذه المشاهد منتهى صراحة، ومحدش يزعل مننا، احنا بنتكلم بما يرضي الله، بما يرضي الله. طلع بقى قدامنا منظر للاهلي، طلع للزمالك، طلع للاسماعيلي، طلع للاتحاد السكندري، طلع لاي نادي من النوادي، ما عندناش مشكله في الكلام، لكن احنا لابد ان احنا نحمي حكامنا، نحمي حكامنا. ما ينفعش هذا المشهد. اولا الدوري بتاعنا دوري قوي، والوطن العربي كله بيتفرج عليه، والدنيا كلها بتتفرج عليه. ده مشهد يقلل من قيمه الدوري بتاعنا، ادي واحد. اتنين، اهم عنصر في كرة القدم هو الحكم، لأنه بدون الحكم مفيش مباراة. هنعمل إيه بقى؟ هنجيب حكام بكل ماتش بدولارات تساوي مليون جنيه النهارده بسعر الدولار، أو مليون وربع كمان دلوقتي. خلي بالك طاقم التحكيم اللي بيجي بيكلف الدولة 40,000 دولار. فإذا أنت هزيت الحكم في ثقته في نفسه، هنعمل ايه؟ لما المسؤول بيعمل كده انت بتصدر ايه للجمهور؟ يعني لما المسؤول مدير فني، مدير كورة، مدرب، لعيبة، ادارية، ايا كان، بالمشهد ده قدام الجماهير اللي في المدرج والجماهير اللي في البيوت، انت عايز تصدر ايه للجمهور؟ وعايز الجمهور يبقى سلوكياته ايه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. مستني إيه بقى من الجمهور؟ مستني إيه من كابتن مدحت شلبي؟ كابتن مدحت شلبي حسسني إن كابتن وليد عبد الرازق يعني يحوطوا مجموعة من الأمن، يحوطوا أو يعلوه مجموعة من دروع الأمن المركزي، يعني خوفا وتحفظا من هجوم جماهير أو لاعبي بقى النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، والراجل يعني طالع وسط اجراءات امنيه مشدده. الحقيقه يا كابتن مدحت يعني دايما وابدا فرصك في استغلال اي وضع يتعلق باخفاق للنادي الاهلي ما تكونش فيها نوع من انواع الذكاء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان فرصك دي جايه بعد ان في حكام خرجوا من المدرجات تحت يعني حفظ الامن وحمايه الامن وزجاجات وكراسي مكسرة عليهم، وكمان التتبع للحكم ظل حتى غرف الملابس خارج المدرج، والفيديوهات دي كانت منتشرة جدا. بس واضح ان حضرتك اما مش متابع، او فريق اعدادك مش متابع، او المعنى الافضل ان انت متابع بس مش هتروح للسكة دي، لان ده مش في مباراة للنادي الاهلي. حضرتك كابتن وليد عبد الرازق تقريره ادانك انت، ما ادانش الكابتن سيد عبد الحفيظ. عارف ليه؟ لان قال ان انا منحت سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي، انذار لان اعتراضه كان بصوت مرتفع، ما كانش بشتيمه، ما كانش بتنمر، ما كانش باساءات. انت لو عايز تحكم الحكم يبقى تطلع تدافع عن الحكم اللي بيتشتم، واللي بيتقال له بكرش، واللي بيتقال له براسين، واللي بيتقال له شنخر ومنخر، واللي بيتقال له كل المصطلحات اللي بتسمعها في الفضائيات. لكن انت ما تقدرش، ومش قصتك ومش سكتك. انت ليك سكه واضحه وتارجت واضح جدا جدا منذ تعيين مجلس الاداره الحالي اول انتخابات. انت قصتك المجلس ده، انت قصتك تلعب على الوتر ده، انت قصتك النادي الاهلي دايما في القصه دي. لكن لو عايز تحمل حكم يبقى تحميه قدام اي حد بيعترض للحكم. انت ما بتعملش ده ومش هتعمل ده. وليد عبد الرازق حكم القناه اللي جاء تم تعيينه، وهقول كواليس تعيينه في مباراة الأهلي والمصري، كتب إن الكابتن سيد عبد الحفيظ صوته ارتفع. عارف لو أصلا الكابتن سيد عبد الحفيظ أساء للحكم اللي دور على متولي عشان يديله إنذار كان اداله كارت أحمر، هو ما قدرش يديله كارت أحمر. ده معناه إيه؟ ده معناه إن ما فيش تجاوز حصل تجاه الحكم، ما فيش أي اعتداء لفظي حصل تجاه الحكم. أنت عندك مشكلة وعايز تحمي التحكيم، احميه بجد من اللي بيرهبهم، احميه بجد من اللي بيتواصل معهم يهددهم تليفونيا وانت عارف ده كويس، احميه بجد من المدرجات اللي بيكون طالع
تحت حفظ الامن وحمايه الامن من الزجاجات الفارغه والكراسي المتكسره. يا كابتن مدحت تعالى العب الجيم صح مره، تعالى شوف حاجه سلبيه في نادي اخر واتكلم عنه بالشكل الكبير قوي ده وحكامنا، ولو انت مدير كوره بتعمل كده، ولو انت مدير فني بتعمل كده، لو انت رب البيت بتعمل كده، يبقى شيمه اهل البيت ايه؟ لا يا كابتن مدحت، النادي الاهلي ما عندوش راس، النادي الاهلي عنده تعامل بروح رياضيه مع الفريق المنافس مع التحكيم. مفيش مره حد هنا او في اداره النادي الاهلي او حتى مدير كره او مدير فني اساء لحكم او اتكلم عن حكم او تنمر على حكم، الكلام ده مش في النادي الاهلي، بس انت بتشوف الكلام ده في انديه اخرى وتيجي توجه الاتهام للنادي الاهلي. يا كابتن مدحت حاول تلعبها صح مره وتروح تنتقد ناس اخرى في اماكن اخرى او في انديه اخرى، لان الحقيقه دايما دايما محاوله ترصدك بالنادي الاهلي ما بتتلعبش بذكاء. هو في رايي كابتن مدحت شلبي بيلعب بذكاء وفقا لاهدافه، وبيلعبها صح برضه وفقا لاهدافه، لان كابتن مدحت شلبي عارف هو عايز ايه. وانا بقول الفيديو ده لما تسمعه، الفيديو ده خارج من واحد هو عارف هو عايز ايه كويس، وعارف امتى دايما هتلاقي مدحت شلبي بنفس الطريقه وبنفس التون وبنفس العبارات، حتى يعني مش من سبيل المصادفه بيوجه كلامه للنادي الاهلي وبيوجه صوته، بيظهر بدور الاصلاحي وبيظهر بدور الخايف على المنظومه الرياضه المصريه، وبيظهر بدور الشخص اللي قاعد في مقعد ان هو ينظر على الجميع. هتلاقيه بيعمل كده كويس قوي وشاطر قوي وبرافو قوي في مواقف تخص النادي الاهلي، حتى لو هيجيد اظهارها وكانها مبالغه، وتيجي تسمع بيت شعر بتقول اذا كان رب البيت بالدف، لا انا بيحضرني بيت شعر مختلف تماما وهو اسد علي وفي الحروب نعامه. ده اللي بيحضرني، ده بيت الشعر اللي انا شايفه. لما اسمع جمله واضحه وصريحه عشان مشهد رياضي بنشوفه في العالم كله. ايوه اللي حصل بعد المباراه والتوجه الحكم بتشوفه في اكتر واعظم الدوريات والملاعب الاوروبيه، مشهد لو شفته مش هتحس انه غريب عليك، بيحصل، بيحصل في كره القدم. انما بيحصل في كره القدم ان حكام يتعرضوا لكل انواع الارهاب اللفظي والمعنوي والتهديد المباشر والصريح حتى خارج دايره كره القدم وخارج اطار كره القدم. هل بيتعرض أي حكام في أي مكان للإساءات اللفظية والوصف والتنمر والعنصرية بأوصاف تخص شكلهم وتخص ذمتهم وتخص كل حاجة؟ شفنا ده فين؟ شفنا فين حكم بيتقال له ده أنا لو كنت موجود مش هيتقال اترفع صوت أو هيتقال ده اعترض، اتقال لو أنا كنت موجود كنت هنزل أجيبك من قفاك. اللفظ هو يا كابتن مدحت، اللفظ اللي أنت ما سمعتوش ومش هتسمعه، أو حتى لو سمعته عمرك ما هتتكلم فيه، لأن شعارك ومسطرتك دايما مش واحدة، وقصة الازدواجية عندك في تقييم الأمور واضحة وصريحة. لما تطلع وتخاطب الرأي العام وتقول حزين، يا جماعة أنا أفهم حاجة وعشان أكون صريح معاكم، أفهم إن البعض بيتعامل بنظرية يا سيدي ابعد عن الشر وغنيله، يا عم خليك على جنب بدل ما تتجاب وتتشتم وتتعرض لإساءات، أفهم ده. بس اللي بيحترم ذاته وبيعمل ده لانه حاسس انه في مواجهه حاجه هو مش قدها او ما عندوش استعداد انه يخوضها، في الامور اللي زي دي مش هيجي يعلي على النادي الاهلي، هينزوي ويقول انا ما كانش عندي من الامانه المهنيه وما كانش عندي من احترامي لذاتي فيما يخص المشهد ان انا شايفه، ان انا اطلع واقول لا لو بتكلم على اداري انا بتكلم على راس منظومه اساء للحكام في اشخاصهم وفي اسرهم وفي كل شيء. طب انا لو ما كانش عندي ده هنزوي، مش هتكلم، هسكت خالص، مش هجيب سيره النادي الاهلي. انما لا، ده انت تطلع وتنظر وتستخدم اكبر الالفاظ والمصطلحات في تحميل النادي الاهلي وكانه هو اللي حزين على الكره المصريه. ودايما اقول بتكلم بما يرضي الله. اعتقد لما نقول بما يرضي الله معيار الاتساق في الاراء لازم يكون واضح. لما نتكلم على منظر الكرة المصرية ايه، مش اللي هيسيء لمنظر الكرة المصرية مشهد ممكن نشوفه في اي ملعب في العالم، حتى في قلب الاستانفورد بريدج وكل الملاعب العالمية. انما اللي هيسيء مشهد ما بنشوفوش في اي وسط رياضي غير عندنا حاليا. ده كابتن مدحت اللي لازم تقعد تبص في المراية وبعد كده تقول الكلام ده. واعتقد رد فعل الجمهور وانت مش هيفرق معاك لان قصتك ومنهجك واضح، ولكن مباراة اسوان والزمالك مباراة شهدت احداث تحكيمية، يمكن كمان كتير جدا من الخبراء قالوا ان في
مفيش ظلم تعرض ليه نادي الزمالك، ولكن جوه الملعب دي قصه ثانيه وهي اللي تعنيني هنا. تعرض حكم لمحاوله الاعتداء الجسدي، تعرض حكم لكل انواع السباب والاساءه اللفظيه، ولكن شوفوا بقى كابتن مدحت شلبي بخوف على الكره المصريه، وان هو حزين على مشهد الكره المصريه، واذا كان رب البيت بالدف ضاربه. شوفوا كل هذه المرافعه يعني اللي انت ممكن تحطها في مجلدات للطلاب عشان يتعلموا منها ازاي يترافعوا في المثاليه. تعال شوف كابتن مدحت شلبي بعد مباراه اسوان مرافعته كانت ايه ضد ما تعرض ليه الحكم امين عمر، وما تتخضش من المرافعه. نتفرج على لقطات لمباراه اسوان والزمالك اللي اقيمت طبعا الساعه 3:15 ظهر امس. هدف مبكر جدا جدا لاسوان، محمد عبد الغني في الدقيقه 4 بالخطا في مرمى. يعني دي الحاجه اللي لازم تضحك بعدها. كل ما تناوله كابتن مدحت شلبي فيما يتعلق بكل الاحداث اللي تعرض ليها الحكم امين عمر، وكل القصه اللي كانت حديث الراي العام، وكل انواع الاساءات والتطاول، اتيكم بالوصف التفصيلي. المباراه كان ميعادها الساعه كذا، وناقص الفريقين، الزمالك كان لابس ابيض واسوان كان لابس ازرق، والمباراه كانت في اجواء شتويه، ولكن اكيد الاجواء كانت لطيفه لان المباراه في اسوان تحس ان هذا الشخص منعزل عن الظروف والمعطيات في التقييم. مستحيل اللي خلاك تركز في مشهد بعد المباراه بيحصل يخليك انت، اما انت كنت تماما في دائره منغلقه في خارج نطاق الزمن وخارج نطاق المكان وما كنتش معانا في الاحداث، وفجاه قالوا لك كابتن مدحت اصحى في ايه يا جماعه، الحق جهاز الكره او فريق النادي الاهلي عنده مشكله مع وليد عبد الرزاق. ده المبرر الوحيد ان كابتن مدحت شلبي يكون دخل في فجوه زمنيه ورجع منها على ماتش الاهلي. اي حاجه تانية هي لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشخص على نفسه، وهو بازدواجيه المعايير اللي انتوا سمعتوها، واللي اعتقد لو الناس بتحاسب نفسها هتزعل من نفسها قوي وممكن ما تعرفش تبص في مرايه، ولكن اعتقد المسكات بتخلي الناس تعرف تبص كويس. انا عشان كده ما زلت يعني عند رايي الكابتن مدحت شلبي ما بيلعبهاش بذكاء، لان لو بيلعبها بذكاء كان لازم يجي في مباراه الزمالك واسوان ويشجب يندد يعني يستنفر يخاطب الجماهير، حتى يلوم على الجماهير، يلوم حتى على اي حاجه مشهد، يلوم على الامن ان ما قدرش يحمي الحكم بشكل كافي، وان كان يعني الحكام طلعت الحمد لله سليمه، يعمل اي حاجه، يعقب على اي حاجه، لكن هو راح بتعقيب جميل ووصف جميل عن المباراه. بس مش دي القضيه اللي بس كابتن مدحت شلبي دايما بيكون بيلعبها بشكل ضد النادي الاهلي. عندنا موضوع تاني، هنطلع نسمع فيديو الكابتن مدحت شلبي عشان عندنا تعقيب مهم جدا، ونكمل قصة الكابتن مدحت شلبي مع النادي الاهلي فيما هو متعلق بمباراة الاهلي والمصري. قدامكم ادي الست دقايق اللي اترفع قدامكم، كويس كويس. طيب هنبدأ مع بعض كده نحسب، دي لحظة سقوط ديانج، وفي نفس الوقت لحظة سقوط الحارس محمود جاد. الدقيقة كام قدامكم بقى؟ 94 و25 ثانية. تمام، نشوف لحظة استئناف اللعب، ورينا يا سيدي. وفي نفس اللحظة كل ده الساعة قدامكو، يعني هي هنا مشيت بس هي وقفت من لحظة ديانج ما وقع. كويس، وادى انذار وما انذار والكلام ده كله. هنا وقع ديانج، هنا بقى بداية استئناف اللعب. الدقيقة 96 وكام دي؟ و18 ثانية استأنفنا اللعب. يبقى توقف اللعب في الدقيقة 94 و25 ثانية، واستؤنف اللعب في الدقيقة 96 و18 ثانية. إذا اللي راح من الست دقايق لما تطرح دي من دي هيطلعوا دقيقة و53 ثانية. مفروض كده هو يقفل في الدقيقة 97 و53 ثانية حسب الوقت الضايع ده، وجهة النظر اللي اتقالت كلها. طيب نشوف بقى كده، هنشوف الصفارة هنا اهي في الدقيقة 97 و11 ثانية. اذا لما تشيل دي من دي يطلع هو وفقا للكلام كان المفروض يضيف كمان 42 ثانية. كان المفروض يضيف ايه؟ لان 11 من 53
42 ثانية كويس. خليني بقى أقول لكم 11 قلنا إيه؟ 2 يعني المفروض كان يضيف كام؟ يضيف 42 ثانية. طيب معلومة، الحكم في إيده ستوب ووتش كويس؟ كويس. طيب جه الزبون وقع على الأرض، جول كيبر حاجة بتاع أي حاجة كويس، بيقوم دايس كده التك يوقف اللعب عشان يعرف هيقف قد ايه. هو كده كده ظابط 6 دقايق اوكي. في الدقيقه كذا الزبون وقع، بيدوس بيدوس، وبعدين اول ما يستأنف اللقاء بيدوس. طيب هل هو لما حسب الوقت الضايع ان هو 6 دقايق، خلي بالكم اللي هقوله ده مهم جدا جدا جدا، ممكن جدا لان هو ظابط الاول مع بدايه الشوط الثاني ظابط الساعه بتاعته وبيوقف ويعمل الكلام ده كله، ممكن هو على الساعه بتاعته وانا ما ببررلوش، انا بس بديكوا معلومه رياضيه من باب الثقافه. لو هو عنده الوقت الضايع 5 دقايق و10 ثواني، 5 دقايق وايه؟ و10 ثواني، بيرفع ايده للحكم الرابع بايه؟ ما ينفعش يعمل له كده وبعدين يعمل له كده 10 ثواني، ما فيش دي يعني. واسالوا اي حكم تعرفوه، بيقرب على طول للدقيقه اللي بعديها فبيعمل له كده 6 دقايق، بالرغم ان هو على الساعه بتاعته الستوب ووتش داس لما بص لقاها 5 دقايق و10 ثواني، لان الستوب ووتش موجود فيها الدقيقه والثانيه زي ما انتم عارفين. فهو مش هيرفع، ما عندوش اليه يقول له، او الساعه ما فيهاش 5 دقايق و10 ثواني، وهو ما عندوش اليه يقول 5 دقايق و10 ثواني، فبيعمل له كده 6 دقايق كويس قوي، وبعدين بيقوم مشغل الستوب ووتش بتاعته اللي مظبوطه على 5 دقايق و10 ثواني، وقف الستوب ووتش لما الزبون وقع، شغل الستوب ووتش لما الزبون قام، لكن هي في النهاية مظبوطة على 5 دقايق و10 ثواني اللي هو هيكملهم بعد ما وقف، لأن لما وقف وشغل الجزء ده ما اتكلش من 5 دقايق و10 ثواني، جت عند الثانية العشرة اديته الألارم بتاعه تيت صفر. أنا ما ببررش. الكابتن مدحت شلبي مش بيبرر. بص الكابتن مدحت شلبي بيتوقع وبيجتزئ. يا كابتن مدحت انت ليه بتتوقع وتقول اصل احتمال يكونوا 5 دقايق و10 ثواني؟ ليه تتوقع؟ ليه بدل ما تبذل مجهود، او فريق اعدادك طبعا يبذل مجهود في ال6 دقايق فقط لا غير، ما راحش ليه لل45 دقيقه زي ما بتعمل كل مباراه وزي ما بتعمل كل شوط وزي ما بتعمل كل ما بيتم اثاره الجدل حوالين القصة الخاصة بالوقت بدل الضايع؟ حتى لما رحت لسقوط حارس المرمى اللي اكيد هيكون لنا كلام معاه، ما رحتش لفكرة التغييرات اللي اجراها الكابتن حسام حسن داخل ال6 دقايق، ما خدتش بالك ان في تغييرين اتعمل والمفترض ده من الوقت بدل الضايع، التغييرين دول خدوا فريق الاعداد بناء 33 ثانية. بس انا برضو ما زلت مصر ان الكابتن مدحت شلبي بيتعامل مع الامور دي على اساس يبين هو انت يعني كنادي اهلي واقف على 40 ثانية؟ لا، القصة أصلا مش كده. القصة إن طبيعي في أي مباراة الحكم بيدي فيها وقت بدل ضايع وفي حارس مرمى بيقع مرة ومرتين وبيحصل تغييرات، لما بيجي يصفر في نفس التوقيت أو بعد دقيقة من التوقيت اللعيبة بتعترض بشكل واضح. أنا حتى متولي ما لحقش إن هو يعترض، خد إنذار. هو ده يا كابتن مدحت اللي أنت عايز تتغافله، هو ده اللي أنت مش عايز تقول اللي خلى كابتن سيد يروح للحكم والحكم يديله انذار، هو ده اللي انت بتدور فيه. القصه مش قصه وقت ضايع، مع ان حق النادي الاهلي يتمسك حتى لو بثانيتين، وبتحصل في كل انديه العالم وكل لعيبه العالم وكل الاجهزه الفنيه في العالم بتعمل ده مع الحكام، لكن القصه ان في ترصد بمتولي. اول ما ظهر متولي في المشهد 3 ثواني وكان بياخد انذار، وبدل ما انت بتتكلم عن القصه دي وبالجاء وفعلا بقى همك حمايه التحكيم وهمك كره القدم المصريه، ليه مثلا ما بتطرحش تطبيق الوقت بدل الضايع زي ما اتطبق في كاس العالم؟
ليه ما تقولش للحارس المرمى اللي بيقع بتعليمات من المدير الفني ما يصحش تعمل كده، والرياضه المفترض تكون فيها تنافس اكتر من كده؟ لا مش هتقدر تعمل ده، ومش هيلفت انتباهك ده، ومش هتفكر في السكه دي، لان زي ما احنا بنقول انت سكتك واحده هي ازاي انتقد النادي الاهلي، ازاي اروح لسلبيات النادي الاهلي حتى لو انا هريح فريق اعدادي. فريق اعدادنا ما بيرتاحش الحقيقه، جاب الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني بالثانيه، والتوقفات اللي المفترض يكون فيها وقت بدل ضايع، وما طلعش احتمال زي ما انت بتقول خمس دقائق وعشر ثواني، لا طلعوا فوق الست دقائق. وممكن نستعرض الصوره بتاعه الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني عشان نوفر على فريق اعداد كابتن مدحت شلبي الحكايه الطويله العريضه في فكره ما يمكن هم خمس دقائق وعشر ثواني، ممكن يبقى خمس دقائق وعشرين ثانية، لا هو مش ممكن، هم تخطوا الست دقائق يا كابتن مدحت، فأنت بنيت كل دفاعاتك في الأربع دقائق اللي ضيعنا وقتنا وضيعنا وقت المشاهد دلوقتي فيهم على حاجة مش حقيقية، على حاجة ما فيهاش مجهود من فريق إعدادك، وبالتالي الشوط الثاني ضاع منه أكتر من ست دقائق زي ما حضراتكم شايفين، أول توقف 50 ثانية، دقيقة و20 ثانية، 31 ثانية، 18 ثانية، دقيقة 31 ثانية، ودقيقة و16 ثانية، 6 دقائق تقريبا و40 ثانية. فالمفترض ان هو كان ادى بقى 7 يا كابتن مدحت، او ادى 6 يا كابتن مدحت، زي ما هو ادى مش 5 دقائق و10 ثواني. جينا في الشوط في الست دقائق ضاع وقت اكتر من كده يا كابتن مدحت، اللي هم الست دقائق بتوع الوقت بدل الضايع. فانت بتبني حساباتك على حاجة واحدة بس، تعالوا ازاي ننتقد النادي الاهلي، لكن مش هنبذل مجهود، مش هنحقق في ارقام، مش هنقول لحارس مرمى بيقع ادعاء الاصابه او لاعب بيتباطا في التغيير او لاعب بيدعي الاصابه ما يصحش كده، ومش هنقول لحكم يا اخي ما احنا شفنا كاس العالم بقى، ما تيجي نتعلم من كاس العالم بقى، لا انا مش هروح للكلام ده، انا اروح هو انتوا بتعترضوا على 40 ثانيه؟ ده الكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي اللي خايف على الكره المصريه زي ما قال لكم من شويه، هو بيخاف على الكره المصريه في كل حاجه الا الامور اللي تطور اللعبه طالما النادي الاهلي بيتكلم فيها. طالما عندك مدير فني للنادي الاهلي خرج اتكلم في الوقت بدل الضايع، واتكلم ان ده مش من مصلحه الرياضه المصريه، وان اللي بيحصل في الكره المصريه ده هو عنده تحفظات عليه كتير جدا في تطوير اللعبه فنيا. وانا قلتها برضو يومها، بدل ما الخبراء في اللعبه وبدل ما مقدمي الاستوديو يبداوا يواجهوا ويقولوا هو الراجل ده، يعني اللي كنا بنشوف البعض عن اي تصريح لفيريرا دايما كان بيتكلم فيه، نلاقي الناس بتقول اصل الراجل ده يا جماعه جاي يعلمنا، الراجل ده جاي يطور الدنيا. طب كولر اتكلم في ظاهره، ما نقعد اعلاميا نشوف الراجل عنده حق ولا لا، نقعد اعلاميا نشوف الحكم نفسه بيشجع فكره اهدار الوقت ولا لا. ما هو ليه طلع عندنا حارس اتكلم بشكل واضح وصريح ان المدير الفني كان بيوجهه لاهدار الوقت؟ عارفين ليه؟ لان سموحه لما ضيع وقت وسموحه لما اهدر وقت النادي الاهلي ما خدش حقه، النادي الاهلي ما خدش الوقت المستحق، النادي الاهلي اتظلم، فده شجع باقي الانديه ان هي تعمل نفس الفكره تاني، عشان حتى جوه الست دقائق يضيع 33 ثانيه ثم يضيع دقيقه و58 ثانيه، يعني حوالي دقيقتين و3 دقيقتين و31 ثانيه. الست دقائق ضاع منهم 33 ثانيه من الدقيقه 92 و7 ثواني للدقيقه 92 و40 ثانيه، وضاع منهم دقيقه و58 ثانيه. انتوا متخيلين ان ده ضاع جوه الست دقائق؟ فيجي بعد كده كابتن مدحت شلبي الحريص قوي من شويه على مصلحه الكره المصريه وان في امور ما ينفعش تحصل، مش هيبقى حريص هنا ابدا، مش هيظهر هنا ابدا بعين الناقد والمحلل ويدرس الظاهره. ده الراجل حل اللاعب لاعب ومشهد مشهد واداري اداري في الناس اللي كانت بتعترض على وليد عبد الرازق الحكم. اللي احنا يا جماعه ما بنتكلمش في حكم حسب قرار ايه، احنا بنتكلم كمان في آلية وسيكولوجيه اختيار الحكم لمباراه زي ده. حكم 41 سنه ما حكمش مره للنادي الاهلي، حكم الموسم ده محكم ثلاث مباريات فقط في الدوري وما فيش منهم مباريات قويه. يعني ممكن حد يجي يقول لي ايه ده يا كابتن مدحت شلبي؟ على فكره دورك كاعلامي، والله العظيم دورك كاعلامي ان انت تيجي تشوف ليه الجهاز الفني النادي الاهلي متحفز للحكم ده وعن اسباب، فترصد الوقت بدل الضايع تقول ده وصل الناس للحته دي، وتيجي ترصد وتوجه رساله للجنه الحكام ان يا جماعه ما ينفعش اجيب حكم يكون بالمواصفات دي،
ما ينفعش اجيب حكم. انا ممكن اقول كلاتنبرج بيدي حكام جديده، فاجي ابص اقول الحكم ده كان مظلوم في ال 41 سنه اللي قضى حياته فيهم، مسيرته كلها كان مظلوم، وحكم مميز السنه دي حكم زمالك وحكم ماتشات لبيراميدز وحكم مباريات صعبه، فاديته ماتش للنادي الاهلي والمصري اللي هو مباراه كان لحد فتره قريبه بيجي لها حكام اجانب. انما لما تيجي تبص هتلاقي الراجل محكم ثلاث مباريات في الدوري ومباريات مش ملهاش القوه ولا لها التنافسيه ولا لها درجه الحساسيه بتاعه فريق زي الاهلي مع المصري. طب ليه يا كابتن مدحت ما وقفتش عند ده؟ لان انت مش عايز تقف عند ده، والله ما قصتك خالص، ولا هتحب تقف عند ده ولا هتهتم بان انت تقف عند ده. المشهد اللي احنا بنحكيه ده كله هو اللي وصل لعيبه النادي الاهلي ان هي تكون مضغوطه كده، ووصل حارس المصري ان هو يطلع يحكي القصه اللي حكاها دي، وده مهم جدا عشان يعرفكم ان مدير الفنيين للنادي الاهلي ما بيدعوش مظلوميه، ده بيرصدوا ظواهر بتتحقق في اللي انتوا هتسمعوه. طبعا طبعا النادي الاهلي نادي كبير، اكبر نادي في افريقيا، والحمد لله. يعني انا بعتذر للناس عن لما وقعت في الاخر، والله ده الحمد لله يعني ربنا كرم بنقطه واللي جاي احسن ان شاء الله. كان تضيع وقت؟ ما المره اللي وقعت فيها في الاول ما كانتش تضيع وقت والله، لكن المره الثانيه لما وقعت هم اللعيبه بتاعت الاهلي كابتن سليه وحمدي فتحي وكده قالوا لي قوم، انا قمت لان هم كانوا طالبين مني، طلب كابتن حسام قال لي اه عشان نغير، لكن لما قالوا لي قوم انا قمت والحمد لله. يعني مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي وقفت معاه، وحتى احنا نقلنا الصوره، كنتوا بتتكلموا فيها؟ هو بيقول لي ان انت بصراحه، يعني انا بتكلم بصراحه، هو بيقول لي ان انت لاعب دولي ما ينفعش تضيع وقت وكده. قلت له والله يا كابتن معلش انا اسف، المره الثانيه دي هي اللي كانت فيها ممكن عشان اضيع وقت او حاجه، لكن انا في المره الاولى ما كنتش بضيع وقت ولا حاجه، كان عندي شد وكده، بس الحمد لله يعني. هو مدرب كبير ربنا يكرمه ان شاء الله. معلش يا كابتن، المدير الفني بتاعي قال له ضيع وقت فمش هقدر اخالف تعليماته حتى لو انا حارس دولي. الموضوع يا جماعه انا اللي هاممني مش بس التصريحات دي، واللي هاممني ان ازاي الحد اللي كان حزين على الكره المصريه وكابتن مدحت شلبي ما وقفش عند التصريحات دي. لو هو حزين على الكره المصريه بجد، انا هاممني انتصر لمدير الفني، الراجل اللي جه اتكلم في ظاهره ورصدها، وفعلا مع الوقت وصلت ان لاعبين بيقولوا مديرنا الفنيين بيتكلمونا ان هدف اللعبه بعيدا عن كل فكرة العدالة، ده راجل بيضيع وقت بتعليمات من المدير الفني. ده اللي يا كابتن مدحت كنت لازم تقف وتتكلم عليه، وتقف وترصده، وتقف لو انت حزين على الكرة المصرية بجد تواجهه، لو انت حابب تواجه، وان كنت اعرف ان انت النوعية دي من المواجهات مش هتحب تخطها. اتكلمنا عن وليد عبد الرازق، ولكن ما اتكلمناش عن ليه وليد عبد الرازق. باختصار شديد الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده دار داخل لجنة الحكام. لجنة الحكام اللي فيها أشخاص مقربين من كلاتنبرج وأشخاص غير مقربين من كلاتنبرج. حصل أزمات كتير، كان أحمد أبو العلا اللي بيعين الحكام، بعد كده جاء الكابتن محمد فاروق وتم وعده إن هو يكون نائب رئيس لجنة الحكام، فمعاه تامر دري، معاه أيمن دجيش، حامل راية بيعين الحكام المساعدين، دري بيعين الفيديو، الكابتن محمد فاروق بيعين حكام الساحة، وكانت القصة ماشية بالشكل ده لغاية لما صدر قرار من الاتحاد كرة القدم المصري بتشكيل لجنة حكام بلا لوائح أو قوانين لخلو منصب نائب الرئيس. فتامر دري مع أيمن دجيش مع محمد فاروق قدموا استقالتهم، فقعدة تانية حصلت، القصة أنا بحكي لكم ده اللي بيتم الحقيقة يعني، فأنا آسف ما بقول لكم قعدة تانية، لا في قعدة تانية حصلت كان حاضرها محمد فاروق، وتم الاتفاق إن محمد فاروق هيكون نائب رئيس لجنة الحكام مرة أخرى، لأن كلاتنبرج بيسافر كتير، ولما جم قالوا له أقعد قال أنا مش هقدر أقعد، وده أنا متفق معاكم من الأول إن أنا يعني مش مقيم في القاهرة. تمام، طب هنرجع الكابتن محمد فاروق عشان لما انت تكون بره يكون الكابتن محمد فاروق هو اللي بيدير اللجنه. الكابتن محمد فاروق قال لا انا هرجع لما تعلنوا بشكل رسمي زي ما طلعتوني من الاعلان اللي كان اللي فات للجنه الحكام. كل ده بحكي لك ليه؟ لان الفتره دي رجع تاني احمد ابو العلا هو اللي يتم تعيين الحكام. كان في حكم دخل بعد الاسبوع 11 اسمه الكابتن توفيق السيد، فالكابتن توفيق السيد عين طاقم تحكيم، ولكن الكابتن احمد ابو العلا عين طاقم تحكيم. كلاتنبرج خد بمين؟ خد بتعيين الكابتن احمد ابو العلا اللي تم داخل اللجنه باختصار شديد وبوضوح كمان. اتقال ايه؟ اتقال نادر عبد الرازق مش بس عنده 41 سنه، لا هو حكم كويس، هو حكم كويس، ولكن نادر عبد الرازق من القناه، ومباراه الاهلي والمصري لها حساسيه خاصه
بعيدا عن كرة القدم، مش بس كرة قدم، وهو مباراة جماهيرية، وبالتالي كنا بنجيب حكام أجانب أو حكام خارج منطقة القناة أو منطقة القاهرة. فيا ريت يا كابتن أحمد أبو العلا توصل ده لكلاتنبرج عشان يغير طاقم التحكيم ويرجع لطاقم التحكيم اللي كان معين لهذه المباراة. الحقيقة الكابتن أحمد أبو العلا إما وصل وإما وصلش، ولكن في النهاية هو أصر على وجود وليد عبد الرازق. فلما تيجي تشوف المعطيات دي وتظهر لك المعطيات دي، لازم تبقى واخد بالك ان اللي بيتم داخل لجنه الحكام امر صعب وصعب جدا، وتعيينه عليه علامات استفهام كبيره جدا. ولما تشوف الانذار اللي خده محمود متولي والاستاذ عمرو اديب، بيقول لك طب ما كان عنده 90 دقيقه تقدر تديله اي انذار. للاسف والله يا استاذ عمرو ما كانش فيه التحامات عملها محمود متولي تستدعي ان هو ياخد انذار. وياسر ابراهيم للاسف ايضا ما كانش عنده اي قدره على انه يعمل التحامات تستدعي ياخد انذار، فياسر اتغير ففضل محمود متولي فاداله انذار. لكن بما اننا بنتكلم عن الوقت بدل الضايع والكلام بتاع الكابتن مدحت شلبي، انا عندي حكام بتطبق اليه الوضع الوقت بدل الضايع في كاس العالم. خليني استعرض صوره لمباراه المحله وانبي، وكان الحكم نادر قمر الدوله، ده حكم ساحه، ادى وقت بدل ضايع، وفي الوقت بدل الضايع حصل اصابه لأحد لاعبي الفريقين سقط على الأرض. لو الصورة جاهزة ممكن نعرضها، صورة المحلة وإنبي. آدي الصورة في الوقت بدل الضايع. استعرض لي بقى الصورة اللي بعدها، ده الحكم الرابع محمود وفا بيقول إيه لحكم الساحة؟ هنزود دقيقتين كمان، يعني أنا مدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 4 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 6 دقايق وقت بدل ضايع، في ضاع منهم وقت. فبالتالي ده شغل الحكام اللي عايزة توصل لمرحلة من العدالة. ده اللي ممكن بقى الإعلام يجيبه، زي ما بننتقد حكام نشيد بحكام. حكام خدت قرار إن زود دقيقتين، في حكم رابع قاعد بيساعد حكم الساحة، مش إعلامي طالع سايب كل شيء في المباراة ورايح ينتقد فقط لغير النادي الأهلي. موضوع صعب جدا، لكن الأصعب منه احنا ما اتكلمناش في اخطاء تحكيميه في المباراة، برغم يعني الفتحة ال 20 غرزة اللي بنقول لقفشة ألف سلامة عليك طبعا. يعني وبرغم الدهس الشديد على رجل محمد شريف اللي استحق طرد لاعب محمد فريد شوقي في الدقيقه 20، لكن هنقف عند ما هو أسوأ، لان القصه مش قصه كارت اصفر ولا انذار او كارت احمر، لان احنا كنا بنقول او احنا بنكتب نقول ايه ده قفشه خياطه 20 غرزه بس، ده عشان تاخد ركله جزاء 30 غرزه، ده اللاعب وقع وقام تاني يتعالج وقام تاني، لا ما ماتش يعني، ونقعد نهزر في القصه دي. لكن القصه الهزار الافيه ده قلب بجد مع الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي، واطلعوا شوفوا الفيديو ده معانا. هو ده مش طرد يعني خارج منطقتك، لا ما تحترق يعني، ده بقى انذار لان القوه فيها ما فيش الرجل، بس هي مالهاش علاقه بالكوره كابتن. ماشي ما اختلفناش، القوه المستخدمه كابتن ثانية. القوه المستخدمه مش مفرطه. ايوه كابتن ثانيه بس انا انا هتناقش مع حضرتك دلوقتي. الكوره فين؟ جوه بره خارج منطقه الجزاء. ماليش دخل لا ماليش دخل هي فين، جوه ولا بره. هو احمد عايز يقول ان الكره بره اللعبه، وهو اصلا بره اللعبه، هو ما راحش على الكوره. ما هو لا هو كان راح على الكوره، خلي بالك ايا كان، وده حط رجله التحامه بين اتنين في كوره، في كوره فين يا جماعه الكوره؟ ايوه ايوه الكوره بعيده يا كابتن، كان رجله اتكسر يا كابتن. ايوه يا كابتن، بس القوه المستخدمه فين الكسر؟ ما اتكسرتش رجله. ده ربنا بيحبه انه ما اتكسرتش رجله يعني. هنعترض انا بسال يا كابتن، بس معلش انا عايز اقول حاجه، عشان تطرد لابد من قوه مستخدمه، القوه المستخدمه هنا مش موجوده، فبالتالي ما ينفعش يدي غير انذار بس. احنا دايما هنا بنجيب كابتن احمد الشناوي بنتفق معاه في احيان ونختلف معاه في احيان اخرى، ولكن انا شايف ده أسوأ تحليل سمعته او تعليق في مسيره كابتن احمد الشناوي من اول ما انا تابعته وهو بيحلل لقطات تحكيميه. لان فكره الاستهانه بلاعب النادي الاهلي والاستهانه بجمله بس رجله ما اتكسرتش، يعني الموضوع صعب جدا، والموضوع تحول لاستهانه في الكلام بلعبات تخص النادي الاهلي بشكل صعب وشكل محتاج تدقيق وشكل محتاج تحركات. ولكن قبل ما نطلع فاصل مهم جدا ناكد ان لابد من يكون في موقف من اللي بيحصل تحكيميا ومن بعض الامور وبعض التعيينات، الاشخاص اللي بيمشوا والاشخاص اللي بيرجعوا. شفنا التعيينات في وجود احمد ابو العيله كانت عامله ازاي ورجوعه، وانا عندي تحفظ قلته في اكتر من مره على محمد فاروق. محمد فاروق يا جماعه هو لديه كل ما يؤهلك ان انت تتحفظ على وجوده اصلا في اي عمل تحكيمي. الراجل كان بطل نهائي كاس 2018، الراجل جاء في ظروف معروف، نادي سموحه كان مقدم قيمه استخدام حكام اجانب، ولكن كان في
الاصرار على وجود كابتن محمد فاروق، والغريبه ان في اخر مباراه ليه نادي الزمالك بيفوز بالكاس بهدف غير صحيح، كان فيه مخالفه على كاسونجو، ثم هذا الشخص بيستمر ان هو يكون موجود في نظام التحكيم. ده عليه 100 علامه استفهام. اعتقد ان سي في وتاريخه لا يؤهله اطلاقا ان هو يكون موجود في مرحله شديده الخصوصيه زي دي. واحنا بنسمع عن اجتماعات موجوده مع كلاتنبرج، نتمنى يكون اساسها ويكون التحرك فيها ان اشخاص اللي بياخدوا قرار او بيساعدوا في صنع القرار يكونوا فعلا ملائمين لاهداف المرحله، والا هنفضل نعرض حالات بالشكل ده وتعيينات من نوعيه كابتن وليد عبد الرازق اللي اعتقد وجوده كان مفهوم اسبابه وشفناه كلنا في الملعب. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، لان الاهلي خط احمر واتكلمنا عن مشكله المهاجم ومشكله اهدار الفرص الضايعه، لكن البعض بيحاول ياخد سكه او ياخد النادي الاهلي في سكته دايما. دايما المعايير عنده مختلفه تماما لما بتحصل حاجه عند النادي الاهلي وعند انديه اخرى منافسه. دايما النادي الاهلي هو المرصود، خاصه لما يكون في تاريخ من التصريحات اللي بنجيبها دايما لكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي مع اي نادي، مع اي نادي لا يعقد مقارنات، لا ينظر الى محترفين بشكل واضح وصريح، لا يتحدث عن اصابات لاعبين، لا يتحدث عن اهدار مال عام في صفقات، لا يتحدث عن اعتراض على تحكيم، لا يتحدث حتى عن ضرب حكام. هو فقط يتحدث عن اي شيء يخص النادي الاهلي بمنتهى السلبيه. يعني نفسنا في مره نجيب كابتن مدحت شلبي نقول كابتن مدحت شلبي بيشيد بالنادي الاهلي يا جماعه في النقطه دي، كابتن مدحت شلبي شايف موقف للنادي الاهلي في القصه دي، كابتن مدحت شلبي شايف تحرك داخل النادي الاهلي يستحق الاشاده. لا، كابتن مدحت شلبي فقط لا غير، وقت ما الاهلي بياخد البطوله بيبقى زي كل اللي بيقولوا الله يا اهلي البطوله حلوه وجميله، لكن هو دايما بيظهر اكتر في اوقات الاخفاقات حتى لو كانت نادره، حتى لو كانت في مباراه في الدوري العام ولسه باقي موسم طويل للدوري العام. خلونا نطلع نشوف الفيديو عشان نشوف كابتن مدحت شلبي ووجهه نظره في مباراه الاهلي والمصري، عشان عندنا تعقيب مهم جدا. يا جماعه ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده لا يليق بالكره المصريه، ما بنشوفش المناظر دي في العالم كله. وازاي حكامنا ازاي نحميهم؟ ادي كولر كمان نزل، راجل سويسري اتعلم مننا. مفيش الكلام ده في بلادك، ما بيحصلش الكلام ده في اي حته يا جماعه في الدنيا، في الدنيا الا عندنا. وبعدين النهارده اللمه الفظيعه دي على الحكم، والله اعلم ايه اللي بيتقال وايه اللي بيتعاد، ومنظر غريب. وبعدين الراجل مشي ماشيين جري وراه، معرفش ازاي هنحمي حكامنا بقى من هذا الامر. ازاي الحكم بعد كده ينزل مستريح نفسيا وهو هيحكم مباراه؟ ازاي هينزل مش خايف؟ ازاي هينزل مش متردد؟ ازاي هينزل يحكم بما يرضي الله وهو عارف انه بعد الماتش لو فرقه عندها شعبيه هتعمل فيه كده؟ هذه امور يا جماعه لا تليق على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق. انا الحقيقه حزين على هذه المشاهد منتهى الصراحه، ومحدش يزعل مننا، احنا بنتكلم بما يرضي الله، بما يرضي الله. طلع بقى قدامنا منظر للاهلي، طلع للزمالك، طلع للاسماعيلي، طلع للاتحاد السكندري، طلع لاي نادي من النوادي، ما عندناش مشكله في الكلام، لكن احنا لابد ان احنا نحمي حكامنا، نحمي حكامنا. ما ينفعش هذا المشهد. اولا الدوري بتاعنا دوري قوي، والوطن العربي كله بيتفرج عليه والدنيا كلها بتتفرج عليه. ده مشهد يقلل من قيمة الدوري بتاعنا، ادي واحد. اتنين، اهم عنصر في كرة القدم هو الحكم، لانه بدون الحكم مفيش مباراة. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب حكام بكل ماتش بدولارات تساوي مليون جنيه النهاردة بسعر الدولار، او مليون وربع كمان دلوقتي. خلي بالك طاقم التحكيم اللي بيجي بيكلف الدولة 40,000 دولار. فإذا أنت هزيت الحكم في ثقته في نفسه، هنعمل إيه؟ لما المسؤول بيعمل كده أنت بتصدر إيه للجمهور؟ يعني لما المسؤول
مدير فني، مدير كوره، مدرب، لعيبه، اداريه، ايا كان، بالمشهد ده قدام الجماهير اللي في المدرج والجماهير اللي في البيوت، انت عايز تصدر ايه للجمهور؟ وعايز الجمهور يبقى سلوكياته ايه؟ اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقصه. مستني ايه بقى من الجمهور؟ مستني ايه من كابتن مدحت شلبي؟ كابتن مدحت شلبي حسسني ان كابتن وليد عبد الرازق يعني يحوطه مجموعه من الامن، يحوطه او يعلوه مجموعه من دروع الامن المركزي، يعني خوفا وتحفظا من هجوم جماهير او لاعبي بقى النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، والراجل يعني طالع وسط اجراءات امنيه مشدده. الحقيقه كابتن مدحت يعني دايما وابدا فرصك في استغلال اي وضع يتعلق باخفاق للنادي الاهلي ما تكونش فيها نوع من انواع الذكاء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان فرصك دي جايه بعد ان في حكام خرجوا من المدرجات تحت يعني حفظ الامن وحمايه الامن وزجاجات وكراسي مكسره عليهم، وكمان التتبع للحكم ظل حتى غرف الملابس خارج المدرج، والفيديوهات دي كانت منتشره جدا. بس واضح ان حضرتك اما مش متابع او فريق اعدادك مش متابع، او المعنى الافضل ان انت متابع بس مش هتروح للسكه دي لان ده مش في مباراه للنادي الاهلي. حضرتك كابتن وليد عبد الرازق تقريره ادانك انت، ما ادانش الكابتن سيد عبد الحفيظ. عارف ليه؟ لان قال ان انا منحت سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي، انذار لان اعتراضه كان بصوت مرتفع، ما كانش بشتيمه، ما كانش بتنمر، ما كانش باساءات. انت لو عايز تحكم الحكم يبقى تطلع تدافع عن الحكم اللي بيتشتم واللي بيتقال له بكرش واللي بيتقال له براسين واللي بيتقال له شنخر ومنخر واللي بيتقال له كل المصطلحات اللي بتسمعها في الفضائيات، لكن انت ما تقدرش ومش قصتك ومش سكتك. انت ليك سكه واضحه وتارجت واضح جدا جدا منذ تعيين مجلس الاداره الحالي اول انتخابات. انت قصتك المجلس ده، انت قصتك تلعب على الوتر ده، انت قصتك النادي الاهلي دايما في القصه دي، لكن لو عايز تحمي الحكم يبقى تحميه قدام اي حد بيعترض للحكم. انت ما بتعملش ده ومش هتعمل ده. وليد عبد الرازق حكم القناه اللي جاء تم تعيينه، وهقول كواليس تعيينه في مباراة الأهلي والمصري، كتب إن الكابتن سيد عبد الحفيظ صوته ارتفع. عارف لو أصلا الكابتن سيد عبد الحفيظ أساء للحكم اللي دور على متولي عشان يديله إنذار كان اداله كارت أحمر، هو ما قدرش يديله كارت أحمر. ده معناه إيه؟ ده معناه إن ما فيش تجاوز حصل تجاه الحكم، ما فيش أي اعتداء لفظي حصل تجاه الحكم. أنت عندك مشكلة وعايز تحمي التحكيم، احميه بجد من اللي بيرهبهم، احميه بجد من اللي بيتواصل معهم يهددهم تليفونيا وانت عارف ده كويس، احميه بجد من المدرجات اللي بيكون طالع تحت حفظ الامن وحمايه الامن من الزجاجات الفارغه والكراسي المتكسره. يا كابتن مدحت تعالى العب الجيم صح مره، تعالى شوف حاجه سلبيه في نادي اخر واتكلم عنه بالشكل الكبير قوي ده وحكامنا، ولو انت مدير كوره بتعمل كده، ولو انت مدير فني بتعمل كده، لو انت رب البيت بتعمل كده، يبقى شيمة اهل البيت ايه؟ لا يا كابتن مدحت، النادي الاهلي ما عندوش رأس، النادي الاهلي عنده تعامل بروح رياضية مع الفريق المنافس مع التحكيم. مفيش مرة حد هنا او في ادارة النادي الاهلي او حتى مدير كرة او مدير فني اساء لحكم او اتكلم عن حكم او تنمر على حكم، الكلام ده مش في النادي الاهلي بس، انت بتشوف الكلام ده في اندية اخرى وتيجي توجه الاتهام للنادي الاهلي. يا كابتن مدحت حاول تلعبها صح مره وتروح تنتقد ناس اخرى في اماكن اخرى او في انديه اخرى، لان الحقيقه دايما دايما محاوله ترصدك بالنادي الاهلي ما بتتلعبش بذكاء. هو في رايي كابتن مدحت شلبي بيلعب بذكاء وفقا لاهدافه، وبيلعبها صح برضه وفقا لاهدافه، لان كابتن مدحت شلبي عارف هو عايز ايه. وانا بقول الفيديو ده لما تسمعه، الفيديو ده خارج من واحد هو عارف هو عايز ايه كويس، وعارف امتى دايما هتلاقي مدحت شلبي بنفس الطريقه وبنفس التون وبنفس العبارات حتى يعني مش من سبيل المصادفه بيوجه كلامه للنادي الاهلي وبيوجه صوته، بيظهر بدور الاصلاحي وبيظهر بدور الخايف على المنظومه الرياضه المصريه وبيظهر بدور الشخص اللي قاعد في مقعد ان هو ينظر على الجميع. هتلاقيه بيعمل كده كويس قوي وشاطر قوي وبرافو قوي في مواقف تخص النادي الاهلي، حتى لو هيجيد اظهارها وكانها مبالغه، وتيجي تسمع بيت شعر بتقول اذا كان رب البيت بالدف، لا انا بيحضرني بيت شعر مختلف تماما وهو اسد علي وفي الحروب نعامه.
ده اللي بيحضرني، ده بيت الشعر اللي انا شايفه. لما اسمع جملة واضحة وصريحة عشان مشهد رياضي بنشوفه في العالم كله. ايوه، اللي حصل بعد المباراه والتوجه الحكم بتشوفه في اكتر واعظم الدوريات والملاعب الاوروبيه. مشهد لو شفته مش هتحس انه غريب عليك، بيحصل في كره القدم. انما بيحصل في كره القدم ان حكام يتعرضوا لكل انواع الارهاب اللفظي والمعنوي والتهديد المباشر والصريح حتى خارج دايره كره القدم وخارج اطار كره القدم. هل بيتعرض أي حكام في أي مكان للإساءات اللفظية والوصف والتنمر والعنصرية بأوصاف تخص شكلهم وتخص ذمتهم وتخص كل حاجة؟ شفنا ده فين؟ شفنا فين حكم بيتقال له ده؟ أنا لو كنت موجود مش هيتقال اترفع صوت أو هيتقال ده اعترض، اتقال لو أنا كنت موجود كنت هنزل أجيبك من قفاك. اللفظ هو يا كابتن مدحت، اللفظ اللي أنت ما سمعتوش ومش هتسمعه، أو حتى لو سمعته عمرك ما هتتكلم فيه، لأن شعارك ومسطرتك دايما مش واحدة، وقصة الازدواجية عندك في تقييم الأمور واضحة وصريحة. لما تطلع وتخاطب الرأي العام وتقول حزين، يا جماعة أنا أفهم حاجة وعشان أكون صريح معاكم، أفهم إن البعض بيتعامل بنظرية يا سيدي ابعد عن الشر وغنيله، يا عم خليك على جنب بدل ما تتجاب وتتشتم وتتعرض لإساءات، أفهم ده. بس اللي بيحترم ذاته وبيعمل ده لأنه حاسس إنه في مواجهة حاجة هو مش قدها أو ما عندوش استعداد إنه يخوضها، في الأمور اللي زي دي مش هيجي يعلي على النادي الأهلي، هينزوي ويقول أنا ما كانش عندي من الأمانة المهنية وما كانش عندي من احترامي لذاتي فيما يخص المشهد إن أنا شايفه إن أنا أطلع وأقول لأ. لو بتكلم على إداري أنا بتكلم على رأس منظومة أساء للحكام في أشخاصهم وفي أسرهم وفي كل شيء. طب انا لو ما كانش عندي ده هنزوي، مش هتكلم، هسكت خالص، مش هجيب سيره النادي الاهلي. انما لا، ده انت تطلع وتنظر وتستخدم اكبر الالفاظ والمصطلحات في تحميل النادي الاهلي وكانه هو اللي حزين على الكره المصريه. ودايما اقول بتكلم بما يرضي الله. اعتقد لما نقول بما يرضي الله معيار الاتساق في الاراء لازم يكون واضح. لما نتكلم على منظر الكرة المصرية ايه؟ مش اللي هيسيء لمنظر الكرة المصرية مشهد ممكن نشوفه في اي ملعب في العالم، حتى في قلب الستانفورد بريدج وكل الملاعب العالمية. انما اللي هيسيء مشهد ما بنشوفوش في اي وسط رياضي غير عندنا حاليا. ده كابتن مدحت اللي لازم تقعد تبص في المراية وبعد كده تقول الكلام ده. واعتقد رد فعل الجمهور وانت مش هيفرق معاك لان قصتك ومنهجك واضح. ولكن مباراة اسوان والزمالك مباراة شهدت احداث تحكيمية يمكن كمان كتير جدا من الخبراء قالوا ان مفيش ظلم تعرض ليها الزمالك، ولكن جوه الملعب دي قصة تانية وهي اللي تعنيني هنا. تعرض حكم لمحاولة الاعتداء الجسدي، تعرض حكم لكل انواع السباب والاساءه اللفظيه، ولكن شوفوا بقى كابتن مدحت شلبي بخوفه على الكره المصريه وان هو حزين على مشهد الكره المصريه، واذا كان رب البيت بالدف ضاربه. شوفوا كل هذه المرافعه يعني اللي انت ممكن تحطها في مجلدات للطلاب عشان يتعلموا منها ازاي يترافعوا في المثاليه. تعال شوف كابتن مدحت شلبي بعد مباراه اسوان مرافعته كانت ايه ضد ما تعرض ليه الحكم امين عمر، وما تتخضش من المرافعه. نتفرج على لقطات لمباراه اسوان والزمالك اللي اقيمت طبعا الساعه 3:45 ظهر امس. هدف مبكر جدا جدا لاسوان، محمد عبد الغني في الدقيقه 4 بالخطا في مرمى. يعني دي الحاجه اللي لازم تضحك بعدها. كل ما تناوله كابتن مدحت شلبي فيما يتعلق بكل الأحداث اللي تعرض ليها الحكم أمين عمر وكل القصة اللي كانت حديث الرأي العام وكل أنواع الإساءات والتطاول، أأتيكم بالوصف التفصيلي. المباراة كان ميعادها الساعة كذا وناقص الفريقين، الزمالك كان لابس أبيض وأسوان كان لابس أزرق، والمباراة كانت في أجواء شتوية، ولكن أكيد الأجواء كانت لطيفة لأن المباراة في أسوان تحس أن هذا الشخص منعزل عن الظروف والمعطيات في التقييم. مستحيل اللي خلاك تركز في مشهد بعد المباراة بيحصل يخليك انت، اما انت كنت تماما في دائرة منغلقة في خارج نطاق الزمن وخارج نطاق المكان وما كنتش معانا في الاحداث، وفجأة قالوا لك كابتن مدحت اصحى، في يا جماعة
الحق جهاز الكرة او فريق النادي الاهلي عنده مشكلة مع وليد عبد الرزاق. ده المبرر الوحيد ان كابتن مدحت شلبي يكون دخل في فجوة زمنية ورجع منها على ماتش الاهلي. اي حاجة تانية هي لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشخص على نفسه، وهو بازدواجية المعايير اللي انتوا سمعتوها، واللي اعتقد لو الناس بتحاسب نفسها هتزعل من نفسها قوي وممكن ما تعرفش تبص في مراية، ولكن اعتقد المسكات بتخلي الناس تعرف تبص كويس. انا عشان كده ما زلت يعني عند رايي الكابتن مدحت شلبي ما بيلعبهاش بذكاء، لان لو بيلعبها بذكاء كان لازم يجي في مباراه الزمالك واسوان ويشجب يندد يعني يستنفر يخاطب الجماهير، حتى يلوم على الجماهير، يلوم حتى على اي حاجه مشهد، يلوم على الامن ان ما قدرش يحمز الحكم بشكل كافي، وان كان يعني الحكام طلعت الحمد لله سليمه، يعمل اي حاجه، يعقب على اي حاجه، لكن هو راح بتعقيب جميل ووصف جميل عن المباراه. بس مش دي القضيه اللي بس كابتن مدحت شلبي دايما بيكون بيلعبها بشكل ضد النادي الاهلي. عندنا موضوع تاني هنطلع نسمع فيديو الكابتن مدحت شلبي عشان عندنا تعقيب مهم جدا، ونكمل قصة الكابتن مدحت شلبي مع النادي الاهلي فيما هو متعلق بمباراة الاهلي والمصري. قدامكم ادي الست دقايق اللي اترفعها قدامكم، كويس كويس. طيب هنبدا مع بعض كده نحسب. دي لحظة سقوط ديانج، وفي نفس الوقت لحظة سقوط الحارس محمود جاد. الدقيقة كام قدامكم بقى؟ 94 و25 ثانية. تمام، نشوف لحظة استئناف اللعب. ورينا يا سيدي. وفي نفس اللحظة كل ده الساعة قدامكم، يعني هي هنا مشيت بس هي وقفت من لحظة ديانج ما وقع. كويس. وادى انذار وما انذار والكلام ده كله. هنا وقع ديانج. هنا بقى بداية استئناف اللعب الدقيقة 96 وكام دي؟ و18 ثانية استأنفنا اللعب. يبقى توقف اللعب في الدقيقة 94 و25 ثانية، واستؤنف اللعب في الدقيقة 96 و18 ثانية. إذا اللي راح من الست دقايق لما تطرح دي من دي هيطلعوا دقيقة و53 ثانية. مفروض كده هو يقفل في الدقيقة 97 و53 ثانية حسب الوقت الضايع ده، وجهة النظر اللي اتقالت كلها. طيب نشوف بقى كده، هنشوف الصفارة هنا اهي في الدقيقة 97 و11 ثانية. اذا لما تشيل دي من دي يطلع هو وفقا للكلام كان المفروض يضيف كمان 42 ثانية. كان المفروض يضيف ايه؟ لان 11 من 53 42 ثانية. كويس، خليني بقى اقول لكم 11 قلنا ايه؟ 2، يعني المفروض كان يضيف كام؟ يضيف 42 ثانية. طيب معلومة، الحكم في ايده ستوب ووتش. كويس كويس. طيب جه الزبون وقع على الارض، جول كيبر حاجة بتاع اي حاجة. كويس، بيقوم دايس كده التك يوقف اللعب عشان يعرف هيقف قد ايه. هو كده كده ظابط ست دقايق، اوكي؟ في الدقيقة كذا الزبون وقع، بيدوس بيدوس. وبعدين أول ما يستأنف اللقاء بيدوس. طيب هل هو لما حسب الوقت الضايع إن هو ست دقايق، خلي بالكم اللي هقوله ده مهم جدا جدا جدا، ممكن جدا لأن هو ظابط الأول مع بداية الشوط الثاني، ظابط الساعة بتاعته وبيوقف ويعمل الكلام ده كله، ممكن هو على الساعة بتاعته وأنا ما ببررلوش، أنا بس بديكم معلومة رياضية من باب الثقافة. لو هو عنده الوقت الضايع 5 دقايق و10 ثواني، 5 دقايق وإيه؟ وعشر ثواني، بيرفع ايده للحكم الرابع بايه؟ ما ينفعش يعمل له كده وبعدين يعمل له كده 10 ثواني، ما فيش دي يعني. واسألوا اي حكم تعرفوه بيقرب على طول للدقيقة اللي بعديها فبيعمل له كده 6 دقايق، بالرغم ان هو على الساعة بتاعته الستوب ووتش داس
لما بص لقاها 5 دقائق و10 ثواني، لان الستوب ووتش موجود فيها الدقيقه او الثانيه زي ما انتوا عارفين. فهو مش هيرفع، ما عندوش اليه يقول له، او الساعه ما فيهاش 5 دقائق و10 ثواني، وهو ما عندوش اليه يقول 5 دقائق و10 ثواني، فبيعمل له كده 6 دقائق. كويس قوي. وبعدين بيقوم مشغل الستوب ووتش بتاعته اللي مظبوطه على 5 دقائق و10 ثواني. وقف الستوب ووتش لما الزبون وقع، شغل الستوب ووتش لما الزبون قام، لكن هي في النهايه مظبوطه على 5 دقائق و10 ثواني اللي هو هيكملهم بعد ما وقف، لان لما وقف وشغل الجزء ده ما اتكلش من 5 دقائق و10 ثواني. جت عند الثانيه العشرة اديته الالارم بتاعه تيت صفر. انا ما ببررش. الكابتن مدحت شلبي مش بيبرر. بص، الكابتن مدحت شلبي بيتوقع وبيجتزئ. يا كابتن مدحت، انت ليه بتتوقع وتقول اصل احتمال يكونوا 5 دقائق و10 ثواني؟ ليه تتوقع؟ ليه بدل ما تبذل مجهود، او فريق اعدادك طبعا يبذل مجهود في ال6 دقائق فقط لا غير، ما راحش ليه لل 45 دقيقه زي ما بتعمل كل مباراه، وزي ما بتعمل كل شوط، وزي ما بتعمل كل ما بيتم اثاره الجدل حوالين القصه الخاصه بالوقت بدل الضايع؟ حتى لما رحت لسقوط حارس المرمى اللي اكيد هيكون لنا كلام معاه، ما رحتش لفكره التغييرات اللي اجراها الكابتن حسام حسن داخل ال6 دقائق، ما خدتش بالك ان في تغييرين اتعمل، والمفترض ده من الوقت بدل الضايع. التغييرين دول خدوا فريق الاعداد بيقول لنا 33 ثانيه. بس انا برضو ما زلت مصر ان الكابتن مدحت شلبي بيتعامل مع الامور دي على اساس يبين هو انت يعني كنادي اهلي واقف على 40 ثانية؟ لا، القصة أصلا مش كده. القصة إن طبيعي في أي مباراة الحكم بيدي فيها وقت بدل ضايع، وفي حارس مرمى بيقع مرة ومرتين وبيحصل تغييرات، لما بيجي يصفر في نفس التوقيت أو بعد دقيقة من التوقيت اللعيبة بتعترض بشكل واضح. أنا حتى متولي ما لحقش إن هو يعترض، خد إنذار. هو ده يا كابتن مدحت اللي أنت عايز تتغافله؟ هو ده اللي أنت مش عايز تقول اللي خلى كابتن سيد يروح للحكم والحكم يديله انذار؟ هو ده اللي انت بتدور فيه. القصه مش قصه وقت ضايع، مع ان حق النادي الاهلي يتمسك حتى لو بثانيتين، وبتحصل في كل انديه العالم وكل لعيبه العالم وكل الاجهزه الفنيه في العالم بتعمل ده مع الحكام. لكن القصه ان في ترصد بمتولي، اول ما ظهر متولي في المشهد 3 ثواني وكان بياخد انذار. وبدل ما انت بتتكلم عن القصه دي وفعلا بقى همك حمايه التحكيم وهمك كره القدم المصريه، ليه مثلا ما بتطرحش تطبيق الوقت بدل الضايع زي ما اتطبق في كاس العالم؟ ليه ما تقولش للحارس المرمى اللي بيقع بتعليمات من المدير الفني ما يصحش تعمل كده، والرياضه المفترض تكون فيها تنافس اكتر من كده؟ لا، مش هتقدر تعمل ده، ومش هيلفت انتباهك ده، ومش هتفكر في السكه دي، لان زي ما احنا بنقول انت سكتك واحده هي ازاي انتقد النادي الاهلي، ازاي اروح لسلبيات النادي الاهلي حتى لو انا هريح فريق اعدادي. فريق اعدادنا ما بيرتاحش الحقيقه، جاب الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني بالثانيه، والتوقفات اللي المفترض يكون فيها وقت بدل ضايع، وما طلعش احتمال زي ما انت بتقول 5 دقائق و10 ثواني، لا طلعوا فوق ال6 دقائق. وممكن نستعرض الصوره بتاعه الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني عشان نوفر على فريق اعداد كابتن مدحت شلبي الحكايه الطويله العريضه في فكره ما يمكن هم 5 دقائق و10 ثواني، ممكن يبقى 5 دقائق و20 ثانيه. لا، هو مش ممكن، هم تخطوا ال6 دقائق يا كابتن مدحت. فانت بنيت كل دفاعاتك في ال4 دقائق اللي ضيعنا وقتنا وضيعنا وقت المشاهد دلوقتي فيهم على حاجه مش حقيقيه، على حاجه ما فيهاش مجهود من فريق اعدادك. وبالتالي الشوط الثاني ضاع منه اكتر من 6 دقائق زي ما حضراتكم شايفين. اول توقف 50 ثانيه، دقيقه و20 ثانيه، 31 ثانيه، 18 ثانيه، دقيقه 31 ثانيه، ودقيقه و16 ثانيه، 6 دقائق تقريبا و40 ثانيه. فالمفترض ان هو كان ادى بقى 7 يا كابتن مدحت، او ادى 6 يا كابتن مدحت، زي ما هو ادى، مش 5 دقائق و10 ثواني. جينا في الشوط في ال6 دقائق ضاع وقت اكتر من كده يا كابتن مدحت، اللي هم ال6 دقائق بتوع الوقت بدل الضايع. فانت بتبني حساباتك على حاجه واحده بس، تعالوا ازاي ننتقد النادي الاهلي، لكن مش هنبذل مجهود، مش هنحقق في ارقام، مش هنقول لحارس مرمى بيقع ادعي الاصابه، او لاعب بيتباطا في التغيير، او لاعب بيدعي الاصابه، ما يصحش كده. ومش هنقول لحكم يا اخي ما احنا شفنا كاس العالم بقى، ما تيجي نتعلم من كاس العالم بقى. لا، انا مش هروح للكلام ده. انا اروح هو انتوا بتعترضوا على 40 ثانيه؟ ده الكابتن مدحت شلبي.
كابتن مدحت شلبي اللي خايف على الكرة المصرية زي ما قال لكم من شوية، وبيخاف على الكرة المصرية في كل حاجة إلا الأمور اللي تطور اللعبة طالما النادي الأهلي بيتكلم فيها. طالما عندك مدير فني للنادي الأهلي خرج اتكلم في الوقت بدل الضايع، واتكلم إن ده مش من مصلحة الرياضة المصرية، وإن اللي بيحصل في الكرة المصرية ده هو عنده تحفظات عليه كتير جدا في تطوير اللعبة فنيا. وأنا قلتها برضو يومها، بدل ما الخبراء في اللعبة وبدل ما مقدمي الاستوديو يبدأوا يواجهوا ويقولوا هو الراجل ده، يعني اللي كنا بنشوف البعض عن أي تصريح لفيريرا دايما كان بيتكلم فيه، نلاقي الناس بتقول أصل الراجل ده يا جماعة جاي يعلمنا، الراجل ده جاي يطور الدنيا. طب كولر اتكلم في ظاهرة، ما نقعد إعلاميا نشوف الراجل عنده حق ولا لأ، نقعد إعلاميا نشوف الحكم نفسه بيشجع فكرة إهدار الوقت ولا لأ. ما هو ليه طلع عندنا حارس اتكلم بشكل واضح وصريح ان المدير الفني كان بيوجهه لإهدار الوقت؟ عارفين ليه؟ لان سموحة لما ضيع وقت وسموحة لما أهدر وقت النادي الأهلي ما خدش حقه، النادي الأهلي ما خدش الوقت المستحق، النادي الاهلي اتظلم، فده شجع باقي الانديه ان هي تعمل نفس الفكره تاني، عشان حتى جوه الست دقائق يضيع 33 ثانيه ثم يضيع دقيقه و58 ثانيه، يعني حوالي دقيقتين و3 دقيقتين و31 ثانيه. الست دقائق ضاع منهم 33 ثانيه من الدقيقه 92 و7 ثواني للدقيقه 92 و40 ثانيه، وضاع منهم دقيقه و58 ثانيه. انتوا متخيلين ان ده ضاع جوه الست دقائق؟ فيجي بعد كده كابتن مدحت شلبي الحريص قوي من شويه على مصلحه الكره المصريه وان في امور ما ينفعش تحصل، مش هيبقى حريص هنا ابدا، مش هيظهر هنا ابدا بعين الناقد والمحلل ويدرس الظاهره. ده الراجل حل اللاعب لاعب، ومشهد مشهد، واداري اداري في الناس اللي كانت بتعترض على وليد عبد الرازق الحكم. اللي احنا يا جماعه ما بنتكلمش في حكم حسب قرار ايه، احنا بنتكلم كمان في اليه وسيكولوجيه اختيار الحكم لمباراه زي ده. حكم 41 سنه ما حكمش مره للنادي الاهلي، حكم الموسم ده محكم ثلاث مباريات فقط في الدوري وما فيش منهم مباريات قويه. يعني ممكن حد يجي يقول لي ايه ده يا كابتن مدحت شلبي؟ على فكره دورك كاعلامي، والله العظيم دورك كاعلامي ان انت تيجي تشوف ليه الجهاز الفني النادي الاهلي متحفز للحكم ده وعن اسباب، فترصد الوقت بدل الضايع، تقول ده وصل الناس للحته دي، وتيجي ترصد وتوجه رساله للجنه الحكام ان يا جماعه ما ينفعش اجيب حكم يكون بالمواصفات دي، ما ينفعش اجيب حكم. انا ممكن اقول كلاتنبرج بيدي حكام جديده، فاجي ابص اقول الحكم ده كان مظلوم في ال 41 سنه اللي قضى حياته فيهم، مسيرته كلها كان مظلوم، وحكم مميز السنه دي، حكم زمالك وحكم ماتشات لبيراميدز وحكم مباريات صعبه، فاديته ماتش للنادي الاهلي والمصري اللي هو مباراه كان لحد فتره قريبه بيجي لها حكام اجانب. انما لما تيجي تبص هتلاقي الراجل محكم ثلاث مباريات في الدوري ومباريات مش ملهاش القوة ولا لها التنافسية ولا لها درجة الحساسية بتاعت فريق زي الأهلي مع المصري. طب ليه يا كابتن مدحت ما وقفتش عند ده؟ لأن أنت مش عايز تقف عند ده، والله ما قصتك خالص، ولا هتحب تقف عند ده، ولا هتهتم بأن أنت تقف عند ده. المشهد اللي احنا بنحكيه ده كله هو اللي وصل لعيبة النادي الأهلي أن هي تكون مضغوطة كده، ووصل حارس المصري أن هو يطلع يحكي القصة اللي حكاها دي. وده مهم جدا عشان يعرفكم أن مدير الفنيين للنادي الأهلي ما بيدعوش مظلومية، ده بيرصدوا ظواهر بتتحقق في اللي انتوا هتسمعه. طبعا طبعا النادي الأهلي نادي كبير، أكبر نادي في أفريقيا، والحمد لله. يعني انا بعتذر للناس عن لما وقعت في الاخر، والله ده الحمد لله يعني ربنا كرم بنقطه واللي جاي احسن ان شاء الله. كان تضيع وقت؟ ما المره اللي وقعت فيها في الاول ما كانتش تضيع وقت والله، لكن المره الثانيه لما وقعت هم اللعيبه بتاعت الاهلي كابتن سليه وحمدي فتحي وكده قالوا لي قوم، انا قمت لان هم كانوا طالبين مني، طلب كابتن حسام قال لي عشان نغير، لكن لما قالوا لي قوم انا قمت والحمد لله. يعني مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي وقفت معاه، وحتى احنا نقلنا الصوره، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ هو بيقول لي ان انت بصراحه، يعني انا بتكلم بصراحه، وبيقول لي ان انت لاعب دولي ما ينفعش تضيع وقت وكده. قلت له والله يا كابتن معلش انا اسف، المره الثانيه دي هي اللي كانت فيها ممكن عشان اضيع وقت او حاجه، لكن انا في المره الاولى ما كنتش بضيع وقت ولا حاجه، كان عندي شد وكده، بس الحمد لله. يعني هو مدرب كبير ربنا يكرمه ان شاء الله. معلش يا كابتن، المدير الفني بتاعي قال له ضيع وقت فمش هقدر اخالف تعليماته حتى لو انا حارس دولي. الموضوع يا جماعه انا اللي هاممني مش بس التصريحات دي، واللي هاممني ان ازاي
ازاي الحد اللي كان حزين على الكره المصريه وكابتن مدحت شلبي ما وقفش عند التصريحات دي؟ لو هو حزين على الكره المصريه بجد، انا هممني انتصر لمدير الفني، الراجل اللي جه اتكلم في ظاهره ورصدها، وفعلا مع الوقت وصلت ان لاعبين بيقولوا مديرنا الفنيين بيتكلمونا ان هدف اللعبه بعيدا عن كل فكره العداله، ده راجل بيضيع وقت بتعليمات من المدير الفني. ده اللي يا كابتن مدحت كنت لازم تقف وتتكلم عليه وتقف وترصده، وتقف لو انت حزين على الكره المصريه بجد تواجهه، لو انت حابب تواجه، وان كنت اعرف ان انت النوعيه دي من المواجهات مش هتحب تخطها. اتكلمنا عن وليد عبد الرازق، ولكن ما اتكلمناش عن ليه وليد عبد الرازق. باختصار شديد الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده دار داخل لجنه الحكام، لجنه الحكام اللي فيها اشخاص مقربين من كلاتنبرج واشخاص غير مقربين من كلاتنبرج. حصل ازمات كتير، كان احمد ابو العلا اللي بيعين الحكام، بعد كده جاء الكابتن محمد فاروق وتم وعده ان هو يكون نائب رئيس لجنه الحكام، فمعاه تامر دري، معاه ايمن دجيش، حامل رايه بيعين الحكام المساعدين، دري بيعين الفيديو، الكابتن محمد فاروق بيعين حكام الساحه، وكانت القصه ماشيه بالشكل ده لغايه لما صدر قرار من الاتحاد كرة القدم المصري بتشكيل لجنة حكام بلا لوائح أو قوانين لخلو منصب نائب الرئيس. فتامر دري مع أيمن دجيش مع محمد فاروق قدموا استقالتهم في قعدة تانية حصلت، القصة اللي أنا بحكيها لكم ده اللي بيتم الحقيقة يعني، فأنا آسف بقول لكم قعدة تانية، لا في قعدة تانية حصلت كان حاضرها محمد فاروق، وتم الاتفاق أن محمد فاروق هيكون نائب رئيس لجنة حكام مرة أخرى، لأن كلاتنبرج بيسافر كتير، ولما جم قالوا له أقعد قال أنا مش هقدر أقعد، وده أنا متفق معاكم من الأول ان انا يعني مش مقيم في القاهره. تمام، طب هنرجع الكابتن محمد فاروق عشان لما انت تكون بره يكون الكابتن محمد فاروق هو اللي بيدير اللجنه. الكابتن محمد فاروق قال لا انا هرجع لما تعلنوا بشكل رسمي زي ما طلعتوني من الاعلان اللي كان اللي فات للجنه الحكام. كل ده بحكي لك ليه؟ لان الفتره دي رجع تاني احمد ابو العلا هو اللي يتم تعيين الحكام. كان في حكم دخل بعد الاسبوع ال11 اسمه الكابتن توفيق السيد، فالكابتن توفيق السيد عين طاقم تحكيم، ولكن الكابتن احمد ابو العلا عين طاقم تحكيم. كلاتنبرج خد بمين؟ خد بتعيين الكابتن احمد ابو العلا اللي تم داخل اللجنه باختصار شديد وبوضوح كمان. اتقال ايه؟ اتقال نادر عبد الرازق مش بس عنده 41 سنه، لا هو حكم كويس، هو حكم كويس، ولكن نادر عبد الرازق من القناه، ومباراه الاهلي والمصري لها حساسيه خاصه بعيدا عن كرة القدم، مش بس كرة قدم، وهو جايب مباراة جماهيرية، وبالتالي كنا بنجيب حكام أجانب أو حكام خارج منطقة القناة أو منطقة القاهرة، فيا ريت يا كابتن أحمد أبو العلا توصل ده لكلاتنبرج عشان يغير طاقم التحكيم ويرجع لطاقم التحكيم اللي كان معين لهذه المباراة. الحقيقة الكابتن أحمد أبو العلا إما وصل وإما وصلش، ولكن في النهاية هو أصر على وجود وليد عبد الرازق. فلما تيجي تشوف المعطيات دي وتظهر لك المعطيات دي لازم تبقى واخد بالك ان اللي بيتم داخل لجنه الحكام امر صعب وصعب جدا، وتعيينه عليه علامات استفهام كبيره جدا. ولما تشوف الانذار اللي خده محمود متولي والاستاذ عمرو اديب يقول لك طب ما كان عنده 90 دقيقه تقدر تدي له اي انذار، للاسف والله يا استاذ عمرو ما كانش فيه التحامات عملها محمود متولي تستدعي ان هو ياخد انذار، وياسر ابراهيم للاسف ايضا ما كانش عنده اي قدره على انه يعمل التحامات تستدعي ياخد انذار، فياسر اتغير ففضل محمود متولي فاداله انذار. لكن بما اننا بنتكلم عن الوقت بدل الضايع والكلام بتاع الكابتن مدحت شلبي، انا عندي حكام بتطبق اليه الوضع الوقت بدل الضايع في كاس العالم. خليني استعرض صوره لمباراه المحله وانبي، وكان الحكم نادر قمر الدوله، ده حكم ساحه، ادى وقت بدل ضايع، وفي الوقت بدل الضايع حصل اصابه لأحد لاعبي الفريقين سقط على الأرض. لو الصورة جاهزة ممكن نعرضها، صورة المحلة وإنبي، آدي الصورة في الوقت بدل الضايع. استعرض لي بقى الصورة اللي بعدها، ده الحكم الرابع محمود وفا بيقول إيه لحكم الساحة؟ هنزود دقيقتين كمان، يعني أنا مدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 4 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 6 دقايق وقت بدل ضايع، في ضاع منهم وقت. فبالتالي ده شغل الحكام اللي عايزة توصل لمرحلة من العدالة، ده اللي ممكن بقى الإعلام يجيبه زي ما بننتقد حكام نشيد بحكام، حكام خدت قرار إن زود دقيقتين في حكم رابع قاعد بيساعد حكم الساحة، مش إعلامي طالع سايب كل شيء في المباراة ورايح ينتقد فقط لغير النادي الأهلي، موضوع صعب جدا. لكن الأصعب منه إحنا ما اتكلمناش في أخطاء تحكيمية في المباراة برغم يعني الفتحة ال20 غرزة اللي بنقول لقفشة ألف سلامة عليك طبعا. يعني
وبرغم الدهس الشديد على رجل محمد شريف اللي استحق طرد لاعب محمد فريد شوقي في الدقيقه 20، لكن هنقف عند ما هو أسوأ، لان القصه مش قصه كارت اصفر ولا انذار او كارت احمر، لان احنا كنا بنقول واحنا بنكتب نقول ايه ده قفشه خيطه 20 غرزه بس، ده عشان تاخد ركله جزاء 30 غرزه، ده اللاعب وقع وقام تاني يتعالج وقام تاني، لا ما ماتش يعني، ونقعد نهزر في القصه دي، لكن القصه الهزار الافيه ده قلب بجد مع الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي، واطلعوا شوفوا الفيديو ده معانا. هو ده مش طرد يعني خارج منطقه، لا ما تحترق يعني دمك انذار، لان القوه فيها ما فيش، بس هي مالهاش علاقه بالكوره يا كابتن. اه ما أيوه ماشي، ما اختلفناش، لكن القوه المستخدمه مش مفرطه. ايوه كابتن ثانيه بس انا انا هتناقش مع حضرتك. دلوقتي الكوره فين؟ جوه بره خارج منطقه الجزاء، ماليش دخل لا ماليش دخل هي فين جوه ولا بره. هو احمد عايز يقول ان الكوره بره اللعبه، وهو اصلا بره اللعبه، هو ما راحش على الكوره. ما هو لا هو كان رايح على الكوره، خلي بالك ايا كان، وده حط رجله التحام بين اتنين، في كوره في كوره فين يا جماعه الكوره. ايوه ايوه الكوره بعيده يا كابتن، عنك رجله اتكسر يا كابتن. ايوه يا كابتن، بس القوه المستخدمه فين الكاس؟ ما اتكسرتش رجله. ده ربنا بيحبه انه ما اتكسرتش رجله يعني. هنعترض انا بسال يا كابتن، بس معلش انا عايز اقول حاجه، عشان تطرد لابد من قوه مستخدمه، القوه المستخدمه هنا مش مفروضه، فبالتالي ما ينفعش يدي غير انذار بس. احنا دايما هنا بنجيب كابتن احمد الشناوي بنتفق معاه في احيان ونختلف معاه في احيان اخرى، ولكن انا شايف ده أسوأ تحليل سمعته او تعليق في مسيره كابتن احمد الشناوي من اول ما انا تابعته وهو بيحلل لقطات تحكيميه، لان فكره الاستهانه بلاعب النادي الاهلي والاستهانه بجمله بس رجله ما اتكسرتش، يعني الموضوع صعب جدا، والموضوع تحول لاستهانه في الكلام بلعبات تخص النادي الاهلي بشكل صعب وشكل محتاج تدقيق وشكل محتاج تحركات. ولكن قبل ما نطلع فاصل مهم جدا ناكد ان لابد من يكون في موقف من اللي بيحصل تحكيميا ومن بعض الامور وبعض التعيينات، الاشخاص اللي بيمشوا والاشخاص اللي بيرجعوا، شفنا التعيينات في وجود احمد ابو العيله كانت عامله ازاي ورجوعه، وانا عندي تحفظ قلته في اكتر من مره على محمد فاروق. محمد فاروق يا جماعه هو لديه كل ما يؤهلك ان انت تتحفظ على وجوده اصلا في اي عمل تحكيمي، الراجل كان بطل نهائي كاس 2018، الراجل جاء في ظروف معروف، نادي سموحه كان مقدم قيمه استقدام حكام اجانب، ولكن كان في اصرار على وجود كابتن محمد فاروق، والغريبه ان في اخر مباراه ليه نادي الزمالك بيفوز بالكاس بهدف غير صحيح كان فيه مخالفه على كاسونجو، ثم هذا الشخص بيستمر ان هو يكون موجود في نظام التحكيم، ده عليه 100 علامه استفهام. اعتقد ان سي في وتاريخه لا يؤهله اطلاقا ان هو يكون موجود في مرحله شديده الخصوصيه زي دي، واحنا بنسمع عن اجتماعات موجوده مع كلاتنبرج نتمنى يكون اساسها ويكون التحرك فيها ان اشخاص اللي بياخدوا قرار او بيساعدوا في صنع القرار يكونوا فعلا ملائمين لاهداف المرحله، والا هنفضل نعرض حالات بالشكل ده وتعيينات من نوعيه كابتن وليد عبد الرازق اللي اعتقد وجوده كان مفهوم اسبابه وشفناه كلنا في الملعب. نشوفكم بعد الفاصل. وجهه نظر وليس شخص، بالعكس احنا بنزعل لما البعض بيسيء اليكوا كاشخاص في اتحاد الكره بعبارات لا نقبلها، ونتمنى ان يكون ليك نفس الموقف، ونشوفكم بعد الفاصل. ولسه مكملين مع حضراتكم، وكنا بنتكلم عن الدكتور إيهاب الكومي قبل الفاصل، وشفنا تصريحاته وإزاي كان نبرة أدائه في قصة هدف مباراة الزمالك والداخلية، وإن هو يعني حكم بشكل واضح جدا إن في مشكلة في مباراة الزمالك والداخلية. عندنا يعني آراء أخرى، والحقيقة يعني لازم نقول للدكتور إيهاب الكومي اللي ممكن يكون زعلان من البعض، إن قنوات منافسة خدت تصريحك ده وحطته في سياق إن أنت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري اللي بتقول رأيك في الحالة، وبالتالي منحت يعني زي ما تقول شرعية للمنافس ان هو يتحدث بمنتهى القوة، وتحدثت بمنتهى القوة عن قصة الملايين المهدرة في الفرق وفي على لاعبيها، ونفس الأمر دكتور إيهاب ما متولي ده بملايين، فقصة ان هو ياخد انذار يغيبه مباراة القمة، ما انا برضو دافع ملايين في صفقة زي دي، وبالتأكيد في أي لاعب في النادي الأهلي له قيمة تسويقية عالية جدا. لكن خلونا نطلع نشوف الفيديو الخاص بكابتن دكتور إيهاب الكومي ورأيه في إنذار محمود متولي بعد مباراة الزمالك الأهلي والمصري.
يعني انا اتكلم زي ما حضرتك عايز، لكن انا بقول الحق ربنا ايه. زي النهارده انا شايف ان حصول محمود متولى على انذار وحمدي فتحي اللي كان بيعترض، لا خان التوفيق كابتن وليد عبد الرازق فيها تمام. انا اهو دي كلمه حق بقولها، زي ما قلت الاسبوع اللي فات من وجهه نظر ان الكره تسلل، وان كان البعض يرى ان الكره هدف. ده دي اراء، دي اراء، لكن في الاول وفي الاخر بقول ان الحكم بشر. دي الصوره بتاعه النهارده، واللي انا برضو بقول ان حمدي فتحي كان هو اللي بيعترض ومحمود متولي، ودي برضو يعني كابتن وليد من الحكام الكويسين، لكن خانوا التوفيق في اعطاء الانذار لمحمود متولي، لا سيما وان الانذار ده هيترتب عليه عدم اشتراكه في مباراه القمه القادمه تمام. دي كلمه حق بقولها، زي ما قلت من وجهه نظري كلمه الحق الاسبوع اللي فات، فما ينفعش حضرتك تاخدها تأولها لحسابك او الثانيه أولها لحسابه. انا هنا بقول كلمه الحق وحافضل اقول كلمه الحق، ولما اكون موجود في اتحاد الكوره واطلع اصرح تصريح رسمي، ايوه حضرتك بقى في الحالات دي تقف وتقول اه ده تصريح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لك حق هنا. لكن لما اكون بتكلم في برنامجي وبتكلم ومعايا ضيوفي، لا دي اراء، ناقشني ما تناقشك فيها. هو بص يا دكتور ايهاب، يعني كلمه الحق دي ممكن تكون من وجهه نظرك يعني العداله لها وجوه كثيره، وبالتالي كان كلامك عن هدف الداخليه ما طلعش كلمه حق بدليل ان خبراء التحكيم شبه اجماع على ان الهدف صحيح، فبالتالي دي نقطه مهمه جدا. اما النقطه الثانيه، انت تعاملت مع حكم مباراه الزمالك والداخليه يا جماعه الخير ومع حكم مباراه الاهلي والمصري، قال ايه يا فارس؟ قال يعني المفترض خانك التوفيق فيها. قال خانوا التوفيق للدرجه اللي ادت الى ان قناه المنافس اسامه طبعا طلعت شكرته وكان لها موقف واضح منه. اعتقد استعرضنا معاكم كل ما يخص التضارب في راي دكتور ايهاب الكومي، واكدنا معاكم عشان ده هنا مبدانا ان القصه كنا بنتناول فيها وجهه نظره وليس شخصه، ان مش احنا اللي بنتناول ابدا شخصه، ممكن اختلط عليه الامر شويه. فاكيد هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا، اوعوا تسيبوا شاشه قناه النادي الاهلي.